creo que también no sé. تاني حاجة في الأنتي فايرال احنا اتكلمنا على السيفير الفابيبرافير. بالمناسبة المجموعة بتاعة شركة العمرية للسبونسرينج النهاردة بيقولوا ان هم عندهم فابيبرافير. فابيبرافير ده بيشتغل برضو RNA dependent RNA polymerase inhibitor، فبالتالي inhibit الفيرال RNA polymerase activity. طب هو ده من الحاجات الحلوة الجميلة السهلة نستخدمها؟ لا، برضو ده due to the urgency of situation. أي حاجة approved حتى في other disease بتتجرب مع حالات الكوفيد. الفافيبيرافير structure بتاعه similar للريبافيرين اللي هو الانتي فيرال دراج اللي بنستخدمه مع الار اس في ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس وحالات الهيباتيتس سي وسام فيرال هيموراجيك فيفرز. في 2014 الحقيقه في اليابان ابروف الباك اب تشويس فور ريزيستنت انفلونزا انفكشن، وسينس ذن هاف بين ابروفد ان سيفرال كونتريز اند انديكيتد فور ذا تريتمنت اوف بيشنت ويز مايل تو مودريت كوفيد 19. ما هو حاجه بتشتغل على فيروسز كتير والميكانيزم اوف اكشن بتاعها ار ان اي ديبندنت بوليميريز. الريموت هتلاقيهم شالوا اللي بتاع الفلاشه بتاعتهم. الفافيبيرافير شغال من الحاجات اللي بتتميز ان ليها جود توليرانس في الادلت وايميديت افيلابيلتي وابيلتي ممكن نستخدمه في البيدياتريك بوبيوليشن لان هو اقراص بس سهل قوي انها تتطحن وتتخلط مع اي اكل او سائل، وعشان كده هي بتستخدم في الاطفال كتير. So far there is no clinical experience of favipiravir use in children. ما فيش studies اتعملت عليه. Maturation profile of enzymes اللي هو الالدهايد اوكسيديز included in the metabolic pathway of favipiravir are fully achieved at the age of 12 months. Make the drug a good candidate for treatment في children بعد السنة. يعني انا عايزاه يشتغل بميكانيزم معين هو مناسب قوي بعد السنة. لو بصينا هنا اللايف سايكل او ازاي السارس كوفي 2 بيعمل انفكشن، لو بتفتكروا كده الكلام اللي قتل بقى بحثا مش عارف السبايك بروتين والاس بروتين والسبايكس بتاعت الفيروس وتمسك فين وتدخل السيلز، هو بيشتغل بانه انهبت الخطوه بتاعه الانترا سيلولار ميتابوليزم اللي بيحصل فيها الفايرال اكتيفيتي، فبيوقف الريبليكيشن بتاع الفيروس، وده المود اوف اكشن بتاع الريمديسيفير والفافيبيرافير. يعني الفيروس دخل لكن ما يقدرش يعمل ريبليكيشن. عندك اثنين دكاتره بس. البيبر دي الحقيقه كانت بتتكلم على الموليكيولار ستادي للواي او الواي اوف اكشن للانتي فايرلز اللي بتشتغل على الار ان اي بوليميريز اللي هو الكلام الفيجر اللي شفناه والكلام اللي قلناه في التو بريفيوس سلايدز. دي ميتا اناليسيز بتستدي الايفكت اوف فافيبيرافير في حالات البيشنتس اللي عندهم كوفيد، ولقوا ان هو بيجيب الافيجان، هو طبعا اسمه التجاري الافيجان، induce viral clearance by 7 days وبيحسن الاعراض كلها في ظرف 14 يوم. طيب يبقى معنى كده انه من الحاجات الكويسه للحالات اللي mild to moderate illness، يعني مش هيجيب نتيجه تمام في حالات سيفير او اللي احتاجت تخش intensive care او يتعمل لها ميكانيكال فنتليشن. في دي بيبر بتعرض الراندومايزد كنترول ستادي اوف فافيبيرافير وقارنوا الشغل بتاعه او الايفكت بين الفافيبيرافير والهيدروكسي كلوروكين
ولقوا انه الفابيبرافير سيف وافكتيف اولترناتيف للهيدروكسيكلوروكين برضو زي ما بنقول في حالات المايلد تو مودريت كوفيد 19 انفكتد بيشنت. افتكروا انه في الاطفال من بعد السنه الدوز بتاعته متقسمه كاتيجوريز، يعني من 10 ل 15 كيلو غير 16 21 وهكذا، كل ما بنزيد بنزود الدوز. 10 ل 15 كيلو بياخد 1 تابلت مرتين في اليوم for one day، وبعدين maintenance من day 2 يمشي بنص الجرعه، يعني half tablet twice per day. الحقيقه مش هنقعد بقى نعيد الكلام ده، يعني اللي هيحتاجه هيلاقيها موجوده في البرزنتيشن، بس لينا ماكسيمم دوز يوم ما يكون الطفل ده واصل لتقريبا الادلت ويت، يعني بنتكلم فوق ال 45 كيلو، لينا ماكسيمم اللي هو 1000 ملي جرام بير داي، اللي هو 3 تابلتس في او 5 تقراص في اليوم، بمعنى اصح 5 تقراص تقسموا 2 الصبح و3 بالليل، ده الماكسيمم بتاعنا. طيب نيجي للايفرمكتين اللي سمعنا كلام كتير قوي، مصر كلها تقريبا خدته، اي حد جاله كوفيد خدته. ما جالوش بياخدوه من بلاك. كان ايه عمله نادره والبحث عنه، وبعدين ابتدوا كمان عملوا العلب كبيره بقى عشان ما تحتاجش تدور على كذا علب. ما انتوا كنتوا بتجيبوا 4 علب 5 علب على الاقل. بالظبط. ده اف دي اي ابروف دراج بس كأنتي بارازيتك ايجنت، لقوا ان هو له انتي فايرال اكتيفيتي مش بس للكوفيد، لمجموعه من الفيروس، وقالوا ما دام واخد الاف دي اي ابروفال كأنتي بارازيتك يلا ما فيش منه خوف، فممكن نستخدمه كأنتي فايرال. لكن هو ما اتعملتش عليه الاستادي اللي ياخد عليها ابروفال كأنتي فايرال. Some studies of ivermectin have also reported potential anti-inflammatory properties. عشان كده قالوا ده ممكن يبقى beneficial في الناس اللي عندها الكوفيد. ال WHO قالت ايه؟ قالت يا جماعة احنا ما عندناش results او evidence كافي ان احنا نحطه في الguidelines بتاعة الكوفيد. لكن هو بيستخدم. Ivermectin well tolerated adverse effect بتاعته ممكن تبقى dizziness, pruritus, nausea, diarrhea. مفروض انه في النشره بتاعته مكتوب انه يتاخد على empty stomach with water although انه الحقيقه لو اتاخد مع الاكل ما بيأثرش على البايو افيلابيلتي بتاعته. ال FDA قالت warning في ابريل 2020 ان ده دواء بيستخدم للانيمالز، فلو سمحتوا ما تستخدموهوش في الهيومنز. الكونترا انديكيشن ان تشيلدرن ايفرمكتين از يوز او سوري الكونسيدريشن في التشيلدرن ان احنا بنستخدمه في الاطفال اللي فوق 15 كيلو في كتريتمنت للهلمانسك انفكشنز بيديكيروزس وسكيبس، وعلى اساس الدوز دي وعلى اساس الانستراكشنز دي بيستخدم في الكوفيد بنفس الدوز 400 مايكروغرام بير كي جي every 72 hours. عشان كده بيتقال يتاخد في 0 و3 و6. يعني مفيش فيه بروفلاكسز يا دكتوره؟ مفيش بروفلاكسز اللي كان موجود 6 اسابيع بتاخد كل اسبوع؟ لا في ستادي بس معموله على الادلت ومعموله ومنشوره تكلم لك اسمها مش عارفه زي اوثورتي قالت واوثورتي على مستوى كذا بلد. احمد الجزار اللي عملها دكتور احمد الجزار بتاعنا اللي عملها. لا انا لا مش لا بتكلم على بتاعت مصر، انا بتكلم حتى بره، وكانوا دول من دول شرق اسيا اللي هم عندهم مشكله فعلا، يعني 6 اسابيع تمشي عليها بروفلاكسز اللي موجوده بالزبط عليها وتاخد كل مره في السكيدول ده، وقالوا انه جايب نتائج 6 اسابيع فعلا، بس كانت قدر. عشان كده احنا هنا ما جبناش سيرته خالص، لان احنا حتى بنقول طب يا جماعه استخدموه دي مكرره استخدموه بحرص. كلوروكين طب الكلوروكين او الهيدروكسيكلوروكين او الازيثروميسين، طبعا
هو ده حاجة وده حاجة يعني. في الكوفيد تريتمنت جايد لاينز البانل ريكومند اجينست ذا يوز اوف كلوروكين او هيدروكسي كلوروكين او ان انا استخدم الازيثروميسين كروتين. كل حالة اكتب لها لازم ده في الهوسبيتالايز بيشنتس او في النون هوسبيتالايز بيشنتس، يعني لقوا ملوش لازمة خالص، ولقوا ان الكلوروكين ده التوكسيستي بروفايل بتاعه ما يسمحش باستخدامه في الاطفال. الكاردياك ادفيرس افكت انكلود الكيو تي سي برولونجيشن وفنتريكولار اريثميا وكارديو ديس، حاجات ميجور يعني ما ينفعش ان انا استخدمه هاف هازارد كده. هفكركم بحاجه على فكره بمناسبه الازيثروميسين، يمكن كومنت على كلام دكتور محمد. هو الازيثروميسين اتشال او ما بقاش من ضمن البروتوكول كروتين، بس هو ما بقاش من ضمن الروتين بتاع البروتوكول كاميونو موديوليتور، اللي هو الكلام اللي كان طلع ان ادوه عشان يعمل اميونو موديوليشن. لكن هو ستيل من الادويه اللي لو انا عندي بالمونري كوفيد فهو الجايد لاينز بتقول ان انا ممكن اعالج بكذا او كذا او كذا، اللي من ضمنها الازيثروميسين. يعني هو مش ممنوع، هو وين انديكيتد هيستخدم بس مش اميون موديوليشن. اتفضل. الحقيقه الدكتوره هلا بتقول كلام مهم قوي. الازيثروميسين ده اللي هم الماكرولايدز دول ار افكتيف او ذا اونلي افكتيف انتي بايوتكس اجينست نون اتيبيكال بكتيريا. اتيبيكال بكتيريا اللي هم الكلاميديا والمايكوبلازما والليجيونيريا. الكلاميديا نوعين، في الكلاميديا تراكوماتس اللي هي بتعمل نيونيتال كونجنكتيفايتس عشان الدكتور اسامه بس يعني، وبعد كده بعد 14 يوم تعمل نيونيتال نيمونيا. الحقيقه يعني هنا انا عايز اقول لكم كانت محاضره كنت عاملها عن الاتيبيكال نيمونيا، او يعني ايه اتيبيكال اورجانيزم السبت اللي فات، يعني ايه اتيبيكال انفكشن، يعني ايه اتيبيكال نيمونيا. اتيبيكال اورجانيزم دي ده كلام بكتيريولوجي، الناس بتوع مايكروبيولوجي يقول لك اللي هو البكتيريا اللي ديفيكلت تو اليست. لكن احنا بالنسبه لنا ككلينيشنز سوري الاتيبيكال انفكشن هو ان في كونتروفيرسي ما بين السيمبتومز اند ساين اون وان هاند اند دي الانفستيجيشن، سواء كانت لاب او راديولوجيكال او البروجنوزز او البروجريس اوف ذا ديزيز. بيسموا دي بيسموها حتى ايه ووكينج نيمونيا. يعني ايه ووكينج نيمونيا؟ يعني واحد عايش وتمام وبيروح وبيجي وبيتنطط وكل شيء وهو عنده نيمونيا ومش دريان. فهي فعلا بعد اسبوعين تقريبا، من اسبوع لاسبوعين يبتدي يحصل سيمبتومز او يحس ان في سيمبتومز. يقول لك انا ابتديت انهج لما احنا بنقول كنت بطلع السلم دوت ما بنهجش دلوقتي بقى. طيب دي لما تبتدي كمان تبتدي فيري سلولي بروجريسيف. اعمل لو عملت له اكس راي او سي تي الاقي صدره متدهور، اعمل له اللاب الاقي اللابس بتاعته متدهوره، بس من يومين لست ايام يكون كلينيكالي ايه بروجريس بسرعه جدا. فدول بيخدعونا وممكن تبقى ميس، ممكن عيان يموت واحنا ما حدش قبل ما حد يلحقه. هل الكوفيد 19 يعتبر اتيبيكال انفكشن اور نوت؟ اول واحد بنقول دلوقتي يس هو one of the typical infections لانه بينطبق عليه المواصفات اللي انا قلتها دهي. طيب احنا عندنا النمونيا بنقول ايه؟ في كوميونتي اكوايرد نمونيا زي ما كان بيقول، وفي هوسبيتال اكوايرد نمونيا، وفي فنتليتور اسوشيتد نمونيا، وفي هيلث كير اسوشيتد نمونيا. طب الكوفيد 19 يعتبر مين في دول؟ كلهم صح. ممكن يكون كوميونتي لو واخد العدوى من الكوميونتي، من المستشفى ممكن عيان يخش المستشفى فيها حالات وياخد العدوى اسمها هوسبيتال اكوايرد. ممكن يخش لاي سبب اخر يتركب له اندوتراكيال تيوب، وبعد يومين من الاندوتراكيال انتيوبيشن يجي له نيمونيا. هو داخل من غير نيمونيا، لا يجي له نيمونيا، يبقى هنا فنتليتور اسوشيتد نيمونيا. لكن الكوميونتي اكوايرد نيمونيا يعني واحد ما راحش ناحيه اي هيلث فاسيلتي في ال 90 يوم اللي فاتوا. ما باخد رحت مستشفى، رحت وحده صحيه، رحت مش عارف، لا ثلاث شهور اللي فاتوا ما فيش، يبقى ده اسمه كوميونتي اكوايرد نيمونيا. عيان دخل مستشفى وبعد يومين من دخول المستشفى او اكتر من يومين جاله نيمونيا. هنا لو كانت
بعد يومين ثلاثه بتسميها ايرلي اونست، لو كانت اكثر من اسبوع يبقى اسمها ليت اونست. طيب الفنتيليتور سهل مع اتفنتل زي ما بتقولوا دلوقتي، وبعد يومين او ثلاثه او اربعه او اكثر من يومين يعني يبقى جاله نيمونيا بديل فنتيليتور اوكسجين. طب لو واحد دخل المستشفى وخرج ثاني يوم او في نفس اليوم، دخل يعمل غسيل كلوي مثلا وخرج، عيل راح المستشفى عشان يطهروه وطاهر وخرج، دخل يعمل اي حاجه ماينر اوبريشن وخرج، ده دخل ما ينفعش كوميونيتي، قعد يومين لا يبقى ما ينفعش هوسبيتال، اتفنتل لا ما اتفنتلش يبقى ما ينفعش فنتيليتور. ده يسمى ايه بقى؟ هيلث كير اسوشيتد نيمونيا. برافو عليك. هي جزء الايتسا اللي هي الانفكشس ديزيز سوسايتي اوف امريكا من 2016 لقوا ان دول ار نوت لايبل او ار نوت اوف هاي ريسك تو ديفلوب مالتي دراج ريزيستنت ستريت. يعني مشكله الهوسبيتال والفنتيليتور هي الايه؟ المالتي دراج ريزيستنت ستريت باثوجنز. فقال لك دول يتعاملوا معامله الايه؟ في النيمونيا. بالتالي لو هي عندي في الاتيبيكال مانيفستيشنز بتاعتها وبكتيريا في الحاله دي استعمل ايه؟ الازيثروميس. والدبليو اتش او حاطه في التريتمنت بتاع النيمونيا مش بس الدبليو اتش او، اغلب اللي حاطين الازيثروميس نمرة واحد والكلاريثروميس نمرة اثنين. كلهم احنا عندنا الكلاريثروميس عشان نزل بعد الازيثروميس اللي بقى احسن منهم. لا في النيمونيا الازيثروميس حاطينه بعد اربع شهور بس لو انا ايه عندي كلينيكال مانيفستيشنز بتاعت اتيبيكال انفكشن. اوكي لكن هو اتس نوت تريتمنت فور كوفيد 19 فايروس، لكن الانديكيشنز اللي انا قلتها في اذا كان في سسبشن او يعني ويك سسبشن او بروف بكتيريال انفكشن وتكون اتيبيكال بكتيريا مش اي بكتيريا. طيب ثالث واحد اللوبينيفير، لا مش ثالث واحد ده تقريبا خامس واحد، لوبينيفير ولتونوفير it is protease inhibitor، يعني بيشتغل through cleavage of the S protein of SARS-CoV-2، عشان كده هو بيشتغل بقى من اصلا prevent fusion of the viral and cellular membranes. هو هنا كانه بالظبط بيمنع كده، واقف له على الباب ما يمنع الخطوه بتاع دخوله جوه السل. However there are many known adverse effect of this drug and it has shown no significant improvement over standard care. ما لقوش انه يعني عمل حاجه ذات قيمه. طيب الاستيرويد ثيرابي في الكوفيد 19، هندي استيرويد لو الاكسجين ساتوريشن اقل من 92% او في سيفير ديسني او في سي تي سكان في رابيد ديتيريوريشن. مش عملت سي تي سكان وقال لي ان في كوفيد وخلاص، لا انا لقيته عملته وبعد كام يوم مش معقوله برق. يعني ده مش معقوله برق يعني احنا مفيش فوقنا حاجه بقى برق احنا مفيش فوقنا حاجه اصلا ما ده برق برق ايه يا عم كل شيء كده كده في حاجه بتهدفوها يا جماعه يبقى ايه سونا يا جماعه ولا حاجه ما دام مش عارفين ده ايه بقى كورونا يبقى كورونا صح ايوه ايه بقى ادوا حاجه يا ايه بقى ايوه احنا في الرابع يا ايه الله يكرمك احنا في الرابع ايوه انا بقول لك ده برد ده برد انا قلت برد لا لا مش برد هي الدنيا بتفكر اصلا كانت بتفكر الونش بينقلوا الونش بس كده صح لا صح في حد فاضي شيء دكتوره هبه هو البرد بيتسحب والحركه الرعب دكتوره هبه تقول البرد ده لو في برد في رعب شفت هو بيقول دي مني انا الكلام الاستيرويد بنستخدمه في حالات الشك وفي حالات الاي ار دي اس اكوردنج للجايد لاين بتقول ايه حسب كل حاله يستخدم فيها ولا لا. وطبعا في حالات السايتوكاين ستورم لو نعم فهمت انا سامع والله حاضر لو في دبلنج ليفل اوف اني ماركر هم مين اللي اقول عليهم هاي ريسك للسايتوكاين ستور لو لقيت الانترلوكين 6 اكتر من او يساوي ابر 3 ابر ليميت 3 اضعاف الابر ليميت اوف نورمال لو الفريتين لقيته اكتر من 300 وهو بيحصل له حصل له دبلنج في ال24 ساعه الاخيره او جاي لي اوريدي من اول ما جه
معدي 600 مايكروجرام بير لتر. لو ال LDH عملته طلع اكتر من 250 يونت بير لتر. لو ال D-dimer لقيته اكتر من 2 مايكروجرام بير مليلتر. واحنا ماشي من فاكر واحنا بنعمل الانترلوكن 6 ده على طول يا دكتوره مونا يا دكتوره لا لا مش بنعمله على طول. لو عندك عيان ديتيريوريتنج وهاي ريسك مايكروجرام ستور هتعمل برملي commonly used steroid البريدنيزولون وده طبعا الدوز بتاعته 1-2 ملي جرام بير كي جي بير داي. الدكساميثازون 0.08 ل 0.3 ملي جرام بير كي جي بير داي ده بيتاخد باي طريقه بالاي في او انتراماسكولار او اورال كل 6 ساعات او 12 ساعه. الميثايل بريدنيزولون من نص ل 1.7 برضه ملي جرام بير كي جي بير داي باي طريقه من الثلاثه وده بناخده كل 12 ساعه. حالات السيتوكاين ستورم بنعمل فيها بالس دوز يعني مش بندي بالساعة لا بندي بالس. should be used for 3-12 days based on case by case basis and clinical severity. ما فيش موضوع الشهر يا جماعة والشهرين والكلام ده في الأطفال وكل حالة حسب محتاجة وقت قد إيه لكن ما فيش اللونج تيرم ده. البيولوجيكال دراجز هنا الحقيقة أنا هقولها لمجرد العلم في الشيء لأنها قليل لما بتستخدم بس نبقى عارفين أنها to treat or prevent SARS-CoV-2 في الحالات الهاي ريسك. لو بصيتوا لكل الناس دي اللي هي عندهم chronic disease والobesity والimmunosuppression واللي ماشي على وsickle cell disease اللي عندهم مشاكل كبيرة هم اللي ممكن يستخدموه. مثال التوسيليزوماب اللي هو الانتي انترلوكين 6 وده وده الفيرس انا على فكره في حاجات غريبه جدا بتخوفني تافهه جدا. لا لا ليه لا ما كلنا خايفين احنا كلنا مرعوبين اصلا. انا اول واحد مرعوب. لا بنلحق نجري ايه ده احنا في الرابع بالرغم من انه الـ FDA issued استخدام الاكتمرا as emergency use authorization في الهوسبيتالايزد بيشنت اللي اكتر من سنتين اللي هم استخدموا جلوكوكورتيكويد واحتاجوا كمان سبليمنتال اكسجين او كانوا محتاجين ريسبيراتوري سبورت بس ما اتعملتش استاذ كفايه تقول هو الدنيا تمشي معاه ازاي. دي الدوزز بتاعته بتصرفوه يا دكتور عامل هنا عندنا عندنا بيتاخد بس هي كان المشكله الوحيده التوفير يعني العدد حضرتك عارفه ان كان لازم ورقه من المستشفى وصيدليه الاسعاف ويطلع بيها عشان خاطر يجيب انما كان موجود رسمي في العزل كتير في العزل كان عنده. طبعا بناخد بالنا انه في حالات الاميونو كومبرمايز او اللي واخده لاي ليف فاكسين لازم يبقى فيه 2-4 ويكس بعد ما نقدرش ناخد فاكسين غير بعد اسبوعين او شهر من اخذ الدوز بتاع التوسيليزوماب. نبعد عنه طبعا لو واحد عنده بتوع اللي بيختلفوا عننا بقى بتوع الكبار بيختلفوا عننا بيردوش يدوا زينا بيدوا مرتين الجرعة 400 يعني أمبولين في المرة الجرعة 400 مرتين في 12 ساعة ورا بعض على طول ما بيردوش يكرروا تاني ولا يدوا تاني. دي الكونترا انديكيشن ما اقدرش استخدمه لو عندي نيوتروبينيا لو عندي البليتلت كاونت اقل من 50,000 لو وظائف الكبد اكتر من 5 تايمز الابر ليميت او لو في عندي elevated risk for gastrointestinal perforation او طبعا عندي حساسيه. الانتي انترلوكين معلش دكتوره هلا بعد اذنك دكتوره لو الحاجات دي موجوده والحاله سو كريتيكال ياخد ولا ما ياخدش؟ ياخد يعني عادي ما فيش مشكله الا لو هايبر سنسيفتي. لا ما هايبر سنسيفتي لا ما فيش يعني مثلا لو البليتلت كاونت ما انت في حالات بتجي لك والبليتلت كاونت قليله والولا اصلا كوماتوز وعلى فينت والدنيا بايظه خالص وملوش شانس تانية ياخد ولا ما ياخدش. الحقيقه القرار هيرجع للمكان لو انت بتسالني انا هقول لك ياخد ما هو ميت كده كده ميت ميت انا بقول كده برضه ياخد ما هو كده كده ميت ميت. في مستشفيات خلاص تقول لا ما ياخدش هي بقى كيس باي كيس فعلا يعني. خد بالك يا عارفك ابسوليوت نيتروفين ايوه باش انا عارف دايما ما تلجاش ما تبصش ابدا على البرسنتج ما تبصش على الريلاتيف
بص على الابسوليوت كلها هتبص لها مكتوب كلمه ابسوليوت قبلها اقرا لك تفاصيلها بتطلع الرقم حاجه وهو الابسوليوت حاجه انا كاميرا الانتي انترلوكين 1 ده ريكومبيننت نون جلايكوزيليتد هيومن انترلوكين 1 ريسبتور انتاجونست بمفروض انه انهبت البرو انفلاماتوري سايتوكاينز بيشتغل على 1 الفا وبيتا وده الحقيقه اصلا بيتاخد في حالات الروماتويد ارثرايتس ولازم تكون اتليست 8 شهور في كلينيكال ترايلز كتير بتتعمل كلها بتتعمل في الادلتس مفيش حاجه هنا في الاطفال لكن في شويه ريكوردز معموله بس ريكورد ستاديز كده مش ستاديز كبيره الامرجنسي يوز اوثرايزيشن بتقول ان احنا ممكن نستخدمه في البوست سارس كوفي 2 تيست within 10 days of symptom onset وكل ما ابتدينا نستخدمه بدري كل ما كان احسن بالنسبة للأوت بيشنت مونوكلونال أنتي بادي ثيرابي بنستخدمه في العيال فوق 12 سنة اللي طالع عندهم أو عندهم سيفير أكيوت ريسبيراتوري سيندروم وديس لاين أوف ثيرابي إز أفيلابل برضو أندر يوز أوف إمرجنسي يوز أوثرايزيشن لو بصينا ده بيلخص كل اللي قلناه عندك مايلد كيس ما معهاش أي ريسك فاكتورز ومايلد ما تديلوش حاجة عندك مايل كيس ومعها ريسك فاكتورز ابتدي على طول الانتي فايرال وطبعا السبورتيف ثيرابي اللي قلنا عليه لو مودريت كيس هتدي الانتي فايرال والانتي كواجولانت والاستيرويد او يمكن هنأجل شويه قرار الانتي كواجولانت لما دكتور طارق يكلمنا عنها عشان بقى في تعديل شويه فيها لو سيفير كيس او كريتيكال ببتدي ادخل بقى بالانترلوكين 6 انتاجونست الكونفاليسنت بلازما لسه عليها كلام لانه رجعوا قالوا انها مش جايبه نتائج قوي طيب الانتي كواجولانت دكتور طارق هيكلمنا عنها لكن هقول لكم ان العيان خلاص مانج وخف وبقى كويس في مارس 21 حطوا رول كده انه انا العيان بعد 10 ايام ما دام الدنيا كويسه خلاص هو ما دام السيمبتوم اونست ابتدت وخلصت وفات عليها يوم خلاص هو يقدر ينزل ويمارس حياته عادي خالص من غير مشاكل وما هوش انفكشنز للي حواليه لكن لو هو بيشنت كان جه تعبان محتاج هوسبيتاليزيشن السيمبتومز عنده كانت سيفير لا هقول له اقعد ايزوليتد اب تو 20 دايز الشخص اللي ما كانش عنده سيمتومز خالص خالص وما كانش محتاج مني اي تدخل 10 days بعد البي سي ار اللي اتعمل واقول له انزل عيش حياتك عادي يعني هو لسه يعني معنى كده اللي كانوا بيطبقوه في العزل الاولاني خالص هو ده اصح حاجه ما هو العزل الاولاني كان 15 يوم بعد ما بيخرج ما يخرجش من بيته لا ما ينزل 10 ايام لا الاول لا احنا بنقول العزل الاولاني يا دكتور محمد يعني دخل وقعد يعني دخل واتحجز اللي هو اول ناس خالص اتحجزت زمان بغض النظر كانوا ايه بتاع السي دي سي في مارس 21 فور بيشنتس ويز سيفير ايلنس ديوريشن اوف ايزوليشن فور اب تو 20 دايز افتر سيمبتوم اونست يبقى هو دخل وقعد في العزل حسبت له من يوم ما دخل من يوم ما ابتدى يشتكي 20 يوم 20 يوم خرج بعد 4 ايام يبقى هتقعد 16 خرج بعد 5 هتقعد 15 هم كانوا الاول بيعملوا ترا هلا ايه كانوا الاول اللي بيخش واتيفر السيمتومز ايه طالما بوزيتيف بيدخله وبعد ما يخرج يديله 15 يوم قاعد في بيتهم برضه معزول بعيد عن الاهل وبعدين يبتدي يخرج بعد ال 15 يوم ده اللي كان بيحصل الاول الا لو كان افرض قاعد في العزل حتى لو اسيمتوماتيك حتى لو اسيمتوماتيك كان عشان خاطر يقول ان هو فري 2 مسحه 48 ساعه فاصل ما بين الاثنين لا ما هو ده كان الاول انا بقول ده كان الاول خالص كان في الاول ما هو بص ستيل نيو ايلنس احنا كل اللي بنقوله ده اللي احنا شايفينه لحد دلوقتي لكن في لقاء وهفكركم يعني يمكن بعد كام شهر يبقى في كلام تاني خالص وفايندينج ثانيه خالص هو معلش يا دكتوره هو ممكن دلوقتي مثلا سي انا جالي دلوقتي واتصبت وعلى حسب الرسمه اللي كانت مرسومه الاي جي ام هيطلع لي بعد اياه اسبوعين وهيقعد معايا لحد بعد اسبوع وهيقعد معايا لثلاث اسابيع والاي جي جي هيجي لي بعد كده بعد الفتره دي وهيقعد لحد شهر وشويه يعني انا بعد شهر لايبل ان انا اتعدي
ده مش كما هو الاي جي جي هيقعد اقل من شهر. بس الحقيقه في حالات بتقول انها حصل. هل في حاجه تمسكها تحلف عليها؟ لا. بس احنا عندنا بعد 27 يوم. دي بنت كانت عندنا فعلا ودي كانت اتحجزت وخرجت وبعد 27 يوم بوست جديد. بس دي مش الرول. بس دي مش الرول. COVID pandemic has progressed. Some patients experience prolonged multi-organ systems or symptoms. ودي الحقيقة بتدخل في اللي بنسميه البوست كوفيد. أنا علشان الوقت عشان دكتور طارق لسه الطول بتاعته طويلة. خليكم بس عارفين ان في ناس عندها حاجه اسمها لونج كوفيد. يعني ايه؟ يعني هو عنده الاعراض بس مستمره اكتر من شهر او اكتر من 4 اسابيع. ده لونج كوفيد. في ناس عندها كرونيك كوفيد يعني كمان طول اكتر من 4 شهور. وفي بعد كده البوست كوفيد اللي مفروض بنخلي بالنا من اكتر حاجه فيه اللي هو الميس. الكلام اللي كان الاول ان الميسي هو بوست كوفيد لكن دلوقتي الكلام الجديد انه ممكن يحصل ديورنج الاتاك ديورنج الاكيوت اتاك اوف كوفيد. دكتور طارق هيكلمنا بقى عن النقطه دي. انا همشي الحته دي علشان الوقت الحقيقه عشان الرعد ده ده هم خلاص هيجي. لا خلاص بقى يا فندم. لا انا قلت لهم هيمشوا خالص بي الف هيوقفوا الشغل لحد ما خلاص. هتلاقي تحت يا دكتور طارق. من هناك من هناك يا دكتور طارق. امسك. واحد يعني فاتح محل قهوة اسمها عبد المعبود. انا ما بشربش قهوه والله العظيم يا ست البنات. انا ما بشربش قهوه. انا ما بشربش قهوه. لا اللي انا اعرفه العميد. العميد لا العميد مش انا كتير طبعا بشرح كويس. وانت بتقرا واللي كتبوا الكلام اللي انت بتقراه ده كاتبينه ليه؟ يعني مثلا هل احنا كدكاتره الاطفال والبورد اللي كتب البروتوكول ده مقتنعين بالحاجات اللي كاتبين فيه؟ لا. وهديلك مثال. واحنا عملنا على فكره كنا بادئين قبل ما الوزاره تعمل الجايد لاين بتاعها كنا احنا شغالين. وطلعوا الجايد لاين واحنا شغالين. احنا بدأنا قبلهم. احنا بدأنا من يناير صح يا دكتور هشام؟ بدأنا من يناير نتاع نزلوا الهيدروكسكلوروكين والحاجات دي. فاكرين في النقاش انا كنت بقول ايه؟ انا كنت ضد الهيدروكسكلوروكين كنا في فبراير خلاص؟ لكن ليه لازم نكتبه؟ ما ينفعش بلد يبقى في اوثورتي رسميه بتتكلم باسمها اللي هي الهيئه اللي ماسكه الكوفيد الايام دي وقام طالع لهم كلام فوق عبيط ما ينفعش ده مش اخلاقيات دي حاجه ثانيه انا هعمل كونفيوجن لناس واحنا في وسط ازمه ملهاش حدود لا انا فاهمها ولا حضرتك فاهمها ولا حد فاهمها دي بانديميك فبالتالي ما ينفعش اقوم قايل لا انا قناعتي ما ينفعش كلمه قناعتي دي تتقال لكن كان في قناعات لكن احنا بنناقشها في اوضه مغلقه ها لكن لما نيجي ننزل نزلنا عشان نحترم اللجنه القوميه اللي نزلت الكلام حتى في اخر ابديت لما جينا نعمله
احنا اتاخرنا شويه لحد ما هم نزلوا عشان نشوف هم مصابين على ايه. هم نزلوا هيدروكسيكلوروكين المره دي قلت ناسفين عشان نزلوا ليه؟ لان الهيدروكسيكلوروكين في حاجه اسمها سوليداريتي ستادي عاملها دبليو اتش او. احنا انا بقيت المقدمه دي علشان بس النقاش اللي كان مع الدكتور ديفي اللي كان في الكونفيوجن. سوليداريتي ستادي من يوليو اللي فات 2020 اتلغت. كل العالم لغاها. في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن بيبر من منشوره 4 ديسمبر 2020 بيبر دي بتقول لك الانتي فايرال مش هيقيم. ما ينفعش يبقى الحاجات دي فرانك وانت خلاص انت ليك حريه وانا هيبقى ليا قراري بالنسبه للاطفال اللي انا اديلهم قرارات عشان هيدروكسيكلوروكين لا الانتي اتش اي في اللي بنرير ده لا. من يوليو 2020 اتلغى خلاص ما اقدرش ان انا استمر عليه. هما لغوا ال اتش اي في لغوا لكن الهيدروكسيكلوروكين عندهم قناعه والقناعه برضو لها راشونال. لما تيجي تناقش الناس دي بيرسونال على طول دايركت يقول لك انا هجيب منين؟ هجيب ادويه منين؟ الحالات دي هعمل لها ايه؟ فبالتالي لو في بوتنشياليتي ولو واحد في الالف هستخدمه. فراشونال. فده بس عشان تبقى نفهم الكلام بيتقال ازاي. هي ميزه المحاضرات انها الكلام اللي بين السطور بيوصل لنا بالوحده. انا هتكلم عن انتيكواجولانت دي دايناميك. لكن خلونا نقول برضو احنا بنكتب الكلام ازاي. الهيماسفير دي ده الجورنال الرسمي للايها اليوروبيان هيماتولوجي اسوشيشن. طلعت المقاله دي والمقاله دي انا شفتها هي كل حاجه بتاعت القاضي. لان في ثلاث حاجات احنا بنستخدم الدي دايمر دايمر دايلما ثلاث حاجات ليها. رقم واحد ان هو بريدكت السيفيرتي. تاني حاجه للامبلايزيشن انا هعمله ولا ما اعملوش عشان اعمل له علاج. وفي نفس الحاجه هو جايد عشان استخدم الانتي كوادمنت ثيرابي. يعني ايه السيفيرتي؟ الرقم ده مهم جدا. لو لقيت دي دايمر اكتر من اثنين انت ان سيفير سيتويشن العيان ده حط عليه كلمه ريد فلاج. حط عليه كلمه انا هنام جنبه مش هروح هبقى واخد بالي منه وكل واحد يجي علي اقول له خلي بالك عليه. ده كريتيكال. طيب الارقام دي احفظوها. عشان كده مع احترامي لكل الناس اللي بتتكلم وتقول فريكوينت انفستيجيشن انا مع الفريكوينت انفستيجيشن. اي مريض مودريت تو سيفير لازم التحاليل تتعادله لا اما كل 3 ايام لا الا ديلي. بتوع الرعايه يقدروا يتفقوا معايا في كده ان لازم اتابع العيان ده من جوه شكله ايه؟ مش بجد مش بس الكلينيكال سيفيريتي لها تو اسسمنت كلينيكال ولاب. اللاب لو فلت مني مش عارف اعمل حاجه. وفي التريتمنت اوف كوفيد في عندي حاجه اسمها جولدن اورز زي بتوع نيونيت مش بيقولوا جولدن اورز؟ احنا عندنا جولدن اورز. لو العيان اتاخر زي ما كان الدكتور ضيف بيقول على بيجي الاي في اي جي ما دي مشكله كلنا بنقابلها ده على حساب العيان. الحل بتاعها انا حليته في الزقازيق ان مدير الاقليمي للتامين الصحي اللي هو كل رقبتنا عندهم راجل فتح لي الباب وقام قايل لي اي وقت عاوزين عندكم نقص اي وقت هيتصرف لكم. فاصبح نص الليل ممكن يجي لنا اي في اي جي بس بيرسونال كوميونيكيشن ما جتش اوفيشال. ده اصلا الاي في اي جي في التامين عشان يطلع لازم لجنه. الراجل سهلها لك ما انا بقول لك وعمل لنا ريزيرف عندنا لحسابنا. ما انا بتكلم لحضرتك عشان حاجه مشاكل رهيبه جدا لازم بعد كده. طيب التحليل دي اتعمل امتى؟ 3 6 9 مهمه جدا ده الحد الادنى للتحاليل. بعد كده ازاي ان احنا بنقدر نحدد ان هو جايد لاين هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. لكن في حاجات مهمه جدا دي دايما ده حاجه كده نقعد نتكلم عليها. احنا عندنا تي يونت مايكرو جرام ونانو جرام. الفرق بينهم عشان احولهم لبعض لا اقسم لا اضرب في الف. بس افتكروا كويس قوي ان احنا ما بنشتغلش في البلاد شوجر. بلاد شوجر هتلاقي لما اقول لك هو 90 اقسمه على 18 يبقى 5 مول. ها؟ هنا ما ينفعش اقسم واضرب، لازم اخد الباتش اللي جايه لي من عند المعمل واعتمد عليه، يعني لما يجيب لي 500 والليفل بتاعه هو الاوبر ليميت ل 500 يبقى خلاص. لان بالنانو جرام في ناس بتعملها لحد 200 وناس بتعملها 240 وناس بتعملها 400 وناس بتعملها 500 كلهم ايكوال ده ابر ليميت اوف نورمال في المعمل ده اللي اخد بيه.
في المايكروجرام في ناس تعمل 0.4 وناس تعمل 0.5 هاخد ده الابر ليميت في نورمال. رقم 2 بتوع انجلترا اللي بتوع اوروبا اللي عاملينه لل 0.5 يعني 4 أضعاف الابر ليميت في نورمال. فبالتالي لازم تعتمد كلمه ابر ليميت اوف نورمال في دي دايما على المعمل اللي جاي لي، وافضل تراجع نفس المعمل اللي انت بتعمل فيه الابر عشان تفكس الايرور. ما يبقاش عندك ارقام تخليك وقت. كلنا في السنتين الاخيره دول اتلخبطنا، ارقام بتجيلي النهارده غير بكره ومعامل مختلفه واقفه انا مش عارف اخد قرار. فلازم تثبتوا المعامل ومعامل تكون شغاله كويس عشان اخد قرار. دي المقدمه دي عشان بس نفهم الخلفيه، هنقول الكلام اللي جاي ازاي. الانتي كواجولانت هستخدم وين تو جيف وين نوت تو جيف، هل استخدم بورفلاكسس ولا ثيرابيوتيك، دي دايمر ليفل اللي اعتمد عليه، ايه هي الثرومبوتيك ريسك، الحاجات دي لازم تبقى في ذهني وانا بفكر هدي انتي كواجولانت. طيب طبعا في عندي زي ما احنا عارفين في بروفلاكسس وثيرابيوتيك، لكن يهمني الاول اعرف هو ثرومبوتيك ريسك ايه. لو عندي واحد او اكتر من واحد من الريسك فاكتور دول موجودين، يعني دكتور اسامه كل الناس اللي عنده ريسك، كل البريماتور بتوعه ريسك فاكتور. انا كاتبها بلون اخضر لوحده ريسك فاكتور، ينتبه ليهم. بس في حاجه هو فاهم وراجل استاذ فاهم الكلام ده، دي دايمر في الهايبوكسيك سكيميك بيزيد الهايبوك 100 سبب عنده. فالعيان وهو كده بيقشره هو فاهم هيعمل فيه ايه. هاخد بدي دايمر زي ما بتجيلنا حالات من الاقصر وحالات من القاهره في بعض المستشفيات، حالات من بحيره، لازم القرار يبقى انا واخده على اساس ايه مش ارقام. انا باخد العيان جلوبال على بعض. ابسط حاجه كلنا هنركب سنتر لاين ونتكلم في الحاله اللي بنتكلم فيها نتكلم سنتر لاين، ده لوحدها انديكيشن بجانب يعني كل الديزيز اللي احنا شايفينها قدامنا دي ريسك فاكتور. طيب هدي ولا ما اديش بقى؟ اعتمد اذا كان عندي كريتيكال ال وريسك فاكتور. اللو ريسك اللي مش هدي فيه لانه هو مش كريتيكال ال يعني المايل وبعض الناس الموديل وما عنديش اي ريسك فاكتور. لكن لو هو كويس وعندي ريسك فاكتور هدي. طب لو هو هاي ريسك بقى اللي هو كريتيكال ال وميسي، او هو عنده مالتيبل ريسك فاكتور، او جاله قبل كده فين ثرومبوز، ده لازم هدي. القاعده اللي بعد كده كل الجرعات بتاعتنا بروفلاكسس. في الاول خالص سنه يعني سنه ونص او سنه وثمان شهور كنا نقول مش عارف عندي ليفت ايه ندي ثيرابيوتيك ندي ايه ندي بروفلاكسس. لا هو البروفلاكسس الاساس اكسبت اذا كان عندي ثرومبوز، اكسبت اذا كان عندي ثرومبوز عشان ابسط الكلام ويبقى ده واضح. وعشان كده الليفل بقى بتاع الدايمر انا هريت اطفال انتي كوجولانت. كليكسان ده استخدمته كتير جدا، وعلى ان كنت بستخدم وانا بره كتير وما كانش عندي مشكله، كان جايد لاين بتقول ابر ليمت اوف نورمال 2 دبل فكتير جدا. ده مش كده وبس، ده البوست كوفيد اطفال اللي كانوا بنتابعهم كان يجوا لي بعد شهرين الاقي دي دايمر 1.5 كنت ابدا. لما بدأ كان الجايد لاين بتقول لك دبل ابر ليمت اوف نورمال 3، انا مش هسيب الطفل قدامي ويدخل في مشكله. الحاجه الظريفه لما كان بيقولوا في ثيرابيوتيك انا ما كنتش بدي ثيرابيوتيك، كنت بخاف منها كروتين. لكن لما البوست كوفيد لما كنت بتابعهم ويجوا لي زياده عن الابر ليمت اوف نورمال برقم مش بواحد من عشره، بنص وبواحد يعني اثنين اثنين وشويه كنت بدي. دلوقتي ريحونا قالوا لازم يبقى 5 أضعاف الابر ليمت اوف نورمال. اشتغلنا غلط فتره بس ما كناش بنشتغل من مزاجنا. الجايد لاين في الوقت ده عشان كده الكوفيد قاعد يتغير، لازم نبقى فاهمين كده ونشوف الجديد ايه. دلوقتي الدي دايمر لو 5 أضعاف ادي بروفلاكتيك، 10 اضعاف اكتر من 10 اضعاف ادي ثيرابيوتيك، ده الجايد لاين. انا شخصيا ما باخدش بالثيرابيوتيك، بمشي بروفلاكتيك. وهتلاقي الكلام اللي مكتوب بقى وهدي لك بقى احنا بنفكر ازاي. عشان بس واحنا بنقرا الكلام كيس باي كيس هدي ليه؟ ما انا اشوف العيال قدامي هل عندي مشاكل ولا لا؟ هوريكم حالات هيبقى فيها كلام جميل جدا. استرابيوتيك دوز قلنا في عندي اهم حاجه الثرومبوزس واهم حاجه الميسي اللي هنتكلم عليه، ان شايف ما عادش في كوفيد هو في ميسي بالنسبه لنا في الاطفال. انتبهوا ايها الساده، ها؟ انتبهوا الحته دي كويس قوي، لان كل الكلام اللي تفضل الدكتوره شاذ الدكتوره هاله قالوه ده كله لما تيجي تتكلم في الميسي هتلاقي ما هو ده ميسي.
كل الشرح بتاع الكوفيد ده هتلاقي فيه ده افرقها ازاي؟ الديوريشن بقى. الديوريشن عشان نفهم برضو جاي منين. في عندنا في نيلسون كده في شابتر اسمه ثرومبوفيليا. ثرومبوفيليا دي كونجنتال واكوايرد. الاكوايرد اللي تيجي مع الانفكشن. كان زمان قبل ما كنا نسمع عن المصيبه اللي اسمها كوفيد كان اكتر حاجه تعمل الكلام ده اوستمايلايتس. كنا بنستخدم الانتيكو ادرين فيها ازاي؟ كان دي دايما بنستخدمه كبرامتر قدامي. والماركر سي ار بي اللي عالي اللي وصل 150 او 200 او مش عارفه ايه والكلام ده. والكلينيكال خدنا الباص اتسحب ومش عارفه ايه، العيان كلينيكال بدا يتحسن والحراره نزلت، الماركر بدات تنزل، الدي دايما حتى لو كان بيبقى 2 كنا بنوقف بقى في الوقت ده الانتيكو ادرين. اللعبه دي عملوها في اول كود مطر عشان كده كانوا بيدوا الانتيكو ادرين اول مطر لكام؟ 10 ايام 15 يوم. لحد ما الايطاليين اكتشفوا ان المشاكل في اللنج مش انفلاميشن ده في ثرومبوزس وصلوها لشهر. لما لقوا ان العيانين بيبقى عندهم بالسيفير بالذات وصلوها دلوقتي في الاضل 3 شهور. الاطفال كل التجارب اللي اتعملت وصلتها الماكسيمم شهر. الناس بتتكلم عن شهرين بتحاذر. رايي الشخصي انت قيم كيس باي كيس الحاله دي هتستاهل اديها اكتر ولا لا؟ طب هتقيمها ازاي؟ اقيمها بالتريتمنت بتاع الثرومبوفيليا. قواعد بتاع الثرومبوفيليا ايه؟ الكونجنتال لو هيتيروزايتس يعني عندنا بروتين اس وسي دول بنديهم فور لايف تريتمنت. البروثرومب جين ميوتيشن بانواعه انه انواع او الفاكتور 5 ليدن دي بديها لو هيتيروزايتس بديها من 3 ل 6 شهور علاج. لو هوموزايجوس بدي فور لايف. لو عندي تو ايرور بدي فور لايف. ده كونجنت. طب اكواير فور ذا ديوريشن اوف ذا ديزيز. دي القاعده بتاعته. والكومبليكيشن والسسبكتد ريسك بتاع الكومبليكيشن. فبالتالي انا هاخدها هنا وعندي مليابيلتي. مش مضطر يعني لو اديت لعيان انتي كواجلانت شهرين وانت عندك راشونال ومقتنع انت بتعمل ايه؟ اديها. كبروفلاكسس. كبروفلاكسس مش كثيروبيوتك. لا كثيروبيوتك ده قصه ثانيه بقى لوحدها خالص. وفي حاله دي بي تي اوريها لك خلاص. طيب البوست ديسشارج اقل حاجه زي ما احنا كاتبين 14 ل 30 يوم برضو كيس باي كيس من فضلك. دي فرانك كونترا انديكيشن. لو عندي بليت اقل من 25 الفايبرنج اقل من 100 عندي ميجر بليت بليدنج لو بدي السلسليت بجرعه ثيرابيوتك مش الانتي بليتليت دول. وكيس باي كيس ارجوكوا يعني الكلام ده بقى هو اللي لازم نقف قدامه في الجايد لاين لان انا عندي حاجات كتيره هعتمد عليها هاخد بالي منها. اتفضلي يا دكتور. اي حاجه في حد فاكر؟ هدي كومنت بس عشان الحاجات بتاعت الانتي فايرال. من فضلكم انا شايف في ما عدا الافيجان وراميديسيفير اول ار فيك. من فضلكم قول ارفيك. فيعني دي برضو كحاجه انا بتكلم عليها شخصيا وعلى مسؤوليتي لكن الجايد لاين بتحترم كل الاراء الثانيه. وما فيش حاجه من الانتي فايروس بتستخدم على فكره في مستشفى عين شمس. متاح قوي كمان مش متاح قوي. نعم في مستشفى عين شمس. رامتسفير نفسه كمان مش مستخدم. لا موجود. موجود اصلا مش مستخدم كتير يعني مش هقول لك على حاجه يعني بيرسونال اكسبيرينس معاه فيري جود ميديسن. انا سيلكتد بيشنت ومن عيان لعيان. لكن وانت بتستخدمه الثلاث ايام الاولانيين عينك على الليفر وعلى البلاد بريشر وعلى الهارت ريت. لو دخلك في هايبوتنشن او دخلك في برادي كارديا من فضلك وقف. الهيدروكسيكلوروكين احنا كان في مقص يعني قصص سخيفه. هارت ريت وصل حاجه و30 هارت بلوك. وبعدين في الوقت ده احنا موتنا ناس. كان الازيثرومايسين بيشتغل على كيو تي انترفال. الهيدروكسيكلوروكين بيشتغل على كيو تي انترفال. الكينيلون الروتين بيستخدمه الادلت بيشتغل على كيو تي انترفال. دي وحدها توقف القلب. طيب جات لنا يا دكتور طارق كيس 10 سنين بنوته كانت كويسه خالص جايه الامرجنسي ديبارتمنت بهايبوتنشن وشوك. الاهل بيقولوا ان الخمس ايام اللي فاتوا كان عندها هاي جريد فيفر
ودراي كوف، وبعدين ابتدت تخش في جاسترو انتستينال سيمتومز ان ذا فورم اوف فريكوينت فوميتنج اند ابدومينال بين. يعني تقريبا افكركم كده زي الحاله الاولانيه، بس هنا واصله لانها في هاي بوتنشال شوك. عايشه عادي، ما غيرتش مكانها، ما سافرتش، لكن بيقولوا ان جدها كان في الانتنسيف كير محبوس بسيفير كوفيد نيمونيا. She was not on any chronic medication and had no known allergies. خدت ايه لما سكنت؟ ادوها باراسيتامول، بتكح، ادوها حاجه تسكت الكحه في الخمس ايام اللي فاتوا دول، حاولوا يعالجوها سيمتوماتيك. جات لنا لو هي في الاي ار كانت شكلها سيفيرلي ايل وديسنك، تاكيبنيا، تاكيكارديا، 39 حرارتها، بلاد بريشر 70-40، والاكسجين ساتوريشن على الروم اير 82%، يعني هايبوكسيميك محترمه. كانت فايقه اورينتد بس اجيتيتد. الشست تسمع عليه diminished air entry bilateral crepitation. الهارت nothing of note بس في تاكيكارديا، والابدومن في tenderness all through. حضرتك شايف يا دكتور طارق ايه ممكن يكون الدياجنوزس؟ هتعمل لها ايه؟ هتعالجها ازاي؟ هتفكر فيها ازاي؟ هنختار احنا دلوقتي شوك. الشوك in this case is it a part of septic shock ولا due to sepsis بعد ما حصل لها severe pneumonia، ولا نفكر ان ده حصل الشوك دي نتيجة الفوميتنج والسيفير هايبوفوليميا، ولا دي part of specific disease process؟ انا عاوز اجيبك من هنفكر كل واحد يقول اقتراح. ليه اسئلة مش ليك يا فندم؟ وبعدين معاك فهمتوا؟ حد له رأي تاني؟ ممتاز. حد له رأي تاني؟ سيبسس فير نمونيا، ممتاز، فكر كويس جدا، انا مبسوط، يعني كون ان في تفكير ده شيء ايجابي جدا. في حد له رأي تاني؟ اتفضلي دكتوره هاله. لسه لك ايه الكلينيكال ابروتش عشان تحدد هو مين في دول؟ الاول دي الطفله، مسموح لي ان انا ارسل عروسة جميلة قدام. كانت عندي في العيادة من حوالي أقل من شهر، وهم قالوا لي أحطها لو حبيت أحطها، لكن أنا ما بحبش أحطها على شريحة، وبنت زي الفل النهاردة، وهتعزمني فرحها يعني إن شاء الله. لسه 10 سنين دي كاسر، ده لسه ده زواج كاسرات يا باشا، ده لسه 10 سنين. أنا عاوز أقعد بس قدامها، أنا عاوز أنبهكم لحاجة مهمة جدا، الأجيتيشن اللي هنتكلم عليها بعد شوية. الهارت اللي هو مفيش حاجه خالص، الهارت اللي مفيش فيه حاجه خالص فيه تاكي كارديا، ده لازم تقف قدامه، لازم تعمل ايكو. مش شرط العيان ده، في بروتوكول هنقول احنا بنعمل في الماس ايه، لكن الهارت اللي جاي لك والعيان تاكي كارديا مش قاعد تفصل، هي اكتر من اي تقييم. احنا بنقول بتزود الحراره 10 15 وهي نورمال كذا، زود الحراره زي ما انت عاوز وشوف الهارت قد ايه، شوفه اكتر من كده. الحاجة المهم قوي الابدومينال بين، من فضلكم في الاطفال الايام دي اي اكيوت ابدومين از ميسي انتل بروجرز الوايز نوت ا سيرجيكال كونديشن، قبل ما تقول للجراح وتشاكل مع الجراح ما تقولش هو حر يدخل، ده انت بتاذي العيان. الحاجات اللي بنخاف فيها في الاكيوت ابدومين اكتر من الابنسايتس البنكريتايتس، اعملوا لايبيزم اماليز، اعملوا النهارده سي ار بي، معلش الورك اب اللي بتعمل عشان سايتوكاين هتكلم بعد شويه، اعمل كومبليت بعد الورك اب، سي بي سي، سي ار بي، فيرتين، دي دايموند، ال دي اتش، لازم تعمل الكلام ده كله وشوف النتائج بتاعتك. لقيتها عاليه اتشاكل بقى هنا لمصلحه العيان مع الجراح، قول له من فضلك اركن شويه. دي نقطه مهمه جدا في الحاله، لازم نقف قدامها. احنا عندنا في شوك، فلازم نحدد الشوك باين هو عباره عن ايه، وده طبيعي. لازم نعمل بروبر مانجمنت في الشوك، هنعمل فيها ازاي؟ نشوف الايتيولوجي بتاعها ايه، هنعمل ورك اب، اللاين اوف مانجمنت هتحطها في دماغك، ده كله الناس اللي بيشتغلوا اي سي يو
ده بسرعه الكمبيوتر بتاع راسهم بيحسبه في اقل من 5 ثواني، مش بياخد منهم دقائق. الاي دي لاين هيكون جاهز وبسرعه بندها على دكتور ضيف، اقول له تعالى بسرعه انا ما بعرفش اركب سنتر لاين، اركب السنتر لاين، هو ايده عارف يركبه في خلال 3 ثواني، خلصت العمليه. لازم بسرعه اركب الانترو، لازم ادي انتي بايوتيك في الشوك وتو انتي بايوتيك، مينيموم عندي تو انتي بايوتيك، بس فيها اسكليشن مش اي حاجه، لازم يكون عندي راشونال عندي الشوك دي ايه التايب بتاعها عشان اقدر ادي الانتي بايوتيك. الفلو ثيرابي انا عندي الليبرال فلو ثيرابي لما باجي اشتغل في حاله شوك بدي 20 كل ربع ساعه، ما عنديش مشكله ادي فلو كتيره جدا مش كده؟ بس هنقول هنغير ايه في البلان بتاعنا. الاكسجين لازم في دماغي على طول العيان دخل الكلام اللي انا قلته كله خلال ربع ساعه لحد ساعه كنت خلص، ما عنديش وقت، انا مش بهرج مع عيان، لازم ده كله الناس تقول معايا فاهمين الكلام اللي كويس قوي. وبجهز نفسي في بيزك لاب وفي اي بي جي هيتعمل وحاجات ثانيه وراديولوجي، وهنا هيبقى في اجو. طيب هل هي تمشي سبتك شوك؟ تمشي والله العظيم، والله الكريتيريا بتاعت ماشيه سبتك شوك. طيب هل تمشي هايبو فوليميك؟ اه والله العظيم ممكن تمشي. طيب هل هي زي ما احنا قلنا النمونيا عملتنا الكلام ده؟ اه. طيب هل تمشي اللي هي الاثنين مع بعض؟ اه. لكن احنا دلوقتي في الايرا بتاعت الميس شوك في الاطفال لمده 2 سنين قدامنا كمان از ميسي انتل بروف اذروايز. ما تفكرش في حاجه ثانيه. ابدا تعامل معاه اجريسيف ان هو ميسي انتل بروف اذروايز. انت مش غلطان، انت عملت مصلحه العيان، عملت مصلحه العيان، لان هي واحده ميجور كرايتيريا للدايجنوز. اي حد هيقول اي سبب للشوك في الحاله دي هو راجل صح بيتكلم صح، جاستروانترايتس عامله لنا الكلام، النمونيا والسيبسز عامله لنا الكلام، كان في ايرا اوف ميسي. ودي مسج شوك الايام دي از ميسي انتل بروف اذروايز. ولو عندي كلير ايفيدنس حاجه ثانيه بس هو بعد اذنك يعني مو صلاح ده مش مثل يعني مثلا هو يخش يعني حد يحط مو صلاح في دماغه هو يخش في هايبوفوليميك شوك بعد مرتين ثلاثه ترجيع لا يعني لا انا ده لوجيك بس انا بديهم رساله اهم اللي هي ايه؟ اه صحيح انت عندك في فومتنج ومش عارفه ايه والكلام ماشي تفكير كويس سبتك كمان عشان يخشها يعني لازم يكون اداله المحلول مرتين 40 مليون هو جاي لك من البيت ما خدش حاجه خالص وما اداش ضغط هو لسه داخل عندك حاجات تانية. اه انت وانت لسه بتشوفه دلوقتي هو جاي لك بشوك دلوقتي فكر باي حاجه من اللي عندك لكن ما تنساش الميسي الميسي رقم واحد من 1-2 لحد 100 بعد اول 101 فكر في حاجه ثانيه مو صلاح ما انا بقول لك صلاح لا مو صلاح لحد 2000 بقى طيب طب ايه ميسي الصداع ده؟ يعني انت جاي لنا من مصر النهارده عشان تصدعنا ميسي وميسي والدكتور اسامه لو حق لازم نقول مو صلاح يعني اولى بينا يعني نقول مو صلاح يعني وبالذات ان هو بلدياتي يعني لازم يعني نهتم بيه الميسي 6 نقط لازم تهتمين بيهم هتكتشفوا بعد ما اخلص 6 نقط دول ان هما نقطتين بس بالست ازاي؟ صرف لي انت شاطر كنت قاعد هنا كنت بتسال كويس؟ شاطر شاطر احنا بنشتغل في سن ايه؟ مع الاطفال من احباب الله طب الايدج بتاعنا دبليو اتش او قال لحد 19 سي قال لحد 21 سنه احنا بنشتغل في اكتر من كده يبقى الايدج هنفكر فيه؟ اه 21 سنه 19 بتاعك من دلوقتي اه لا احنا مش بنشتغل في سنة فبالتالي اي طفل جاي لنا بالاعراض اللي هنقولها هو ميسي مش كده؟ نعم السي دي سي السي دي سي ان امريكا بتعتبر الادوليسنت داخل في الاطفال والادوليسنت الفتره بتاعت التين ايجرز كلها لحد 21 دي ادوليسنت فمدخلين ده سن الاطفال لان الميسي هو ملتي سيستم انفلاماتري سيندروم اوف تشيلدرن دلوقتي عندنا اوف اي اند اوف ان ميس اوف اي اند ان اي اوف ادلت اند ان اوف نيونيت اصبح في ميس في نيونيت وانا عندي حوالي 5-6 حالات ما بين الاقصر وبين القاهره مشخصين في نيونيت وده في النقطه بتاعت يتعالج ازاي وايزوليشن ومش ايزوليشن واخد بالك؟ طيب الفيفر ال WHO قالت الفيفر 3 ايام ولازم تبقى دوكيومنتد فيفر اكتر من 38
السي دي سي قالت ايه؟ يوم واحد يوم وسجست فيفر. حضرتك جيتي لي بابنك او بحفيدك تقول لي ايه؟ كان بيسخن الواد سخن امبارح اسقيها لا ايه خلاص فيفر. فالفيفر كمان راحت ما اصبحتش حاجه. لو جيتي وقلتي لي عايز سخن ده اليوم ما اقدرش اقول لك بقى لا انت غلطانه روحي قيسيها لي وتعالي لا خلاص فيفر. طب تعالوا اخر حاجتين اكسكلود انفكشن هعملها اكسكلوجن بعد الكالتشر بثلاث ايام ارميها في الشارع اصبحش لا قيمه خالص في التشخيص. طيب دايجنوست كوفيد 19 طب اشخاصه ازاي؟ بي سي ار انتي بودي او كونتاكت. مين فينا مش كونتاكت؟ ففي اربع عناصر اتلغوا بس هم مين؟ دول الكرايتيريا ده الكتالوج اللي هنشخص بيه. اتبقى لي حاجتين انا كدكتور هشخص بيهم اللي هم مالتي سيستم انفلاميشن والانفلاماتري مارك. طب تعالوا نشوف السيستم. الدبليو اتش لما حط السيستم قالت اول حاجه السكان راش لان ده ظهر في انجلترا وبعدين ظهر في ايطاليا وقالوا تحت ايه حالات الميسي اللي جايه لنا دي؟ في ايه الميسي؟ بس لوجيك احنا في مصر مثلا عشان نقرب الفكره احنا مالناش اليابان. يعني لما نشوف في بنها كل شهرين او كل شهر حاله ميسي كويس. لكن لو جيت لكل يوم حاله ميسي يبقى في مشكله في بنها. احنا بنشخص حاجه ثانيه وده اللي حصل في انجلترا. طيب وقالوا ايه تاني؟ قالوا يبقى العيان ده جاي له بشوك، جاي له بجي اي، جاي له بكاردياك. ها؟ حطوا لنا خمسه كريتيريا بس خمسه سيستم افكت. كوجوليشن هم الخمسه دول. الشوك، الكوجوليشن، الكاردياك، السكان والميوكس من برين والجي اي. خمسه بس. لا السي دي سي قالت لا ارحموني. اي سيستم في الجسم افكتد بقى وان سيستم. كدني اي كي اي اصبحت دخلنا. ليفر افكشن بقى دخلنا. الكواجوليشن الوحيده بقى دخلنا. فبالتالي ما سابتليش حاجه وزودت لها سن 21 هم اغبياء؟ لا. هم قال لك نعمل اوفر دايج بعد بقى الاردو لما تيجي تقرا ان بتوين ليه هم عملوا كده؟ قال لك اعمل اوفر دايجنوزز احسن ما اعملها. طب ليه؟ لان المرض ده لما تشخص في الاصل قالوا كوازاكي لاين يعني كورونري افكشن. فلما عالجه بدري هبقى بسيف اللايف بتاعت العيان ده وكوست بينفيت. لما عالجه دلوقتي مش هيكلفني لما هيكبر يبقى عنده كرونري. فبالتالي وحتى دكتور طارق في الاول خالص لما كان مسمينه البيمز الاولاني خالص كانوا برضه عايزين ثلاث ايام عشان يبرروا عن كوازاكي. ما دي البيمز في اول حاجه خالص نفس الحاجه دي ما كانش تنفع. ما كانش درج هناك. ما كانش درج هناك لان الكوازاكي خمس ايام. ما انا بقول لك عشان يفرقوه عن الكوازاكي عشان كده اقول اسمها اكيميكال كوازاكي. ما انا بقول لك يعني ده خمس ايام ده كان ثلاث ايام بس. طيب ناخد بقى الاهم من كده واللي خدنا بيها في مصر عشان تعرفوا ليه كتبنا وان سيستم. رايت كوليدج اللي بدا عندها المصيبه لا قالت انتوا بتهرجوا انتوا قاعدين تقولوا تو سيستم هو وان سيستم بس. طب بذمتكم مش كل كوفيد هيبقى ميسي دلوقتي؟ طبعا رجالي بشيء اكتر واحد طبعا من البين هقول عليه كوفيد زي ما كنت بقول عليه سنه 20 في شهر يوليو؟ لا طبعا هقول عليه ميسي واقول له اعمل لي كل البانل بتاعك انا مش هسيبك لازم اطمن بالذات لو الابدومنال بين سبيل. مش كده مش هنعمل المشكله هنعزله ولا لا؟ ولو قلت له تعزل ده انت ممكن تتسجن. بص لا هو هنا النقطه هنا النقطه وهو الحل بتاعها بمنتهى البساطه انك لازم عندك يونت في كل مستشفى. اليونت دي حتى لو هم اصابوا بعضهم لان كلهم داخلين سسبكت في المستشفى وكيف العياده في العياده كارثه. لا 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 هقول لك انا دلوقتي وانت بشتغل بجرأه شويه كان في الاول انا يعني الايفرزين ده مثلا انا شربت منه مثلا نيل مصر والسودان وكان بيجي لي الاب والام بوستف وعيل عنده سسبشن ايوه طب هروح كده طب بيقولوا بيجيب تاثير خلاص خد بلاسيبه حتى ترتاح نفسيا واخد بالك ازاي وتروح تنام لك في اوضه لوحدك واي حد بيقرب من انا قعدت أيوة. سنه حفيدتي ما بصهاش والله انا صدق والله يا دكتور ده انا صدق انت هتشوف دولك الاهالي نفسهم الناس نفسها اللي كانت موجوده اللي مع الولد لا بس هي رسمي انك دلوقتي مش محتاج العزل بتاع زمان اللي بدقه ده لو مش حاجه بس بالذات يعني انا استنى قال لي الكلمه دي قال لي انت لو قلت كلمه زي دي انت ممكن تتسجن ده انا والله انا بهزر لا 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 ما انت كده اشعت لا طيب خلينا دلوقتي بقى في الكلام العلم عشان السياسه والدكتور اسامه وانا وهو جاهزين ان احنا نتسجن يعني فبالتالي خلينا نتكلم في العلم
اتفضل يا دكتور محمد. ده البروتوكول المصري دكتور محمد اتشرف فيه. يعني كيس ديفينيشن، احنا شفنا الكيس ديفينيشن في الكوفيد 19، لكن عندنا الكيس ديفينيشن او ذا في بوينتر ولا شو انت اتفضل. اللي هو التابلت بس اقدر فوق 12 فوق 12 من اول 12 سنه اول 12. طب انت برضو اعتبر الطفل ده suspected for missing اذا كان في subjective and or documented fever 38 او اكتر لمده اكتر من 24 ساعه. evidence of single or multi organ dysfunction يعني اللي هي الحاجات اللي هي ده هي هيقولها دكتور طارق دلوقتي والليست ده اللابوراتوري بتاعها. لو انا عندي ايفيدنس ان في اكتر من سيستم انفكشن او abnormal lab manifestations اللي هي ده هي no alternative to abnormal lab manifestations of several or more than one system no alternative بوسيبل دايجنوز مفيش حاجه ثانيه تفسر لي المالتي سيستم انفكشن او ايفيدنس او هيستوري اوف انفكشن اكسبوجر تو سارس فلو لقيت اي واحده من دول هم فده دكتور محمد اوصل لك اللابتوب احسن اوصل لك اللابتوب بعد اذنك احسن خلاص عشان تلبس النضاره. ايش احنا قاعدين اديني ليه اديني اي جي ليه هكلفني 100,000 ليه؟ معلومه غريبه جدا هي نشر اقوات كثيره. طبعا انا اتقال لي كده والله من العالم بيتكلم في الكوفيد دلوقتي. انا بقول لك انا اتقال لي كده من العالم اللي قال لي عايز تفتح بوابه لاتين لما عملت اناونس للبروتوكول بتاعك. انا بقول انت بتكتب كوابه يا عم ده شرطه مش حد بره يعني يا عم ده الشرطه قال كده انه عايز يفتح بقى ويتكلم عليه هو بدايه يموت في خراره كمان مره ما يموت. طيب اول مره عايز يقول لي كده نفس الكلام اللي احنا قلناه هنعيده مره ثانيه. زي ما قلنا ايفيدنس اوف سنجل اورجان افكشن او مالتيبل يكون عندي مفيش دايجنوز ثاني فاعمل كالتشر اكسكلود الكلام ده ويكفيني ان انا اعمل يبقى العيان يبقى كومبلكس. طب السيستم اللي افكتد اللي احنا كتبناها احنا عدينا نفس السيستم اللي موجود في ده اللي بيعمل ده البوينتر يا باشا كارديو فاسكولار جي اي تي نيورولوجيكال نيورولوجيكال ريسبيراتوري سكن كلها تمسكها سكن كوجلوبسيس لمفادينوباسي هيباتيك رينال جي اي دي تي وكواجليشن كل ماسكول سكريتن لا يكفي سيستم واحد ميمبرين ده ميوكاس ميمبرين اخر حاجه. طيب ورينا والبرايت الاليفيتد في حاجات هتبقى زايده زي السي ار بي الدي دايمر الفيرتين ال ال دي اتش الفايبرينجن النيوتروفيل في اس بي سي الالبومين الليمفوسايت البليتلت ال او تزيد الانيميز اي حاجه من دي انا عاوز اثنين من دول عشان ااكد. يبقى انا عاوز وان سيستم وعاوز اثنين ماركر عشان اشخص السي ار بي يبقى كام عشان اخده كماركر عاوز اجيش ما بلاش انا اتكلم ما لازم اصحيك عندك صداع هصحيك بكده السي ار بي تفتكر يبقى كام عشان ناخده كماركر ادرك خمسه بس نورمال اصلا سته ايه من خمسه عشان اخد كسيجنيفيكانت انا عاوز اخد سي ار بي سيجنيفيكانت عشان اشخص بيه ده ماركر اقول ده عندي بوست يبقى كام؟ ادي اي رقم لو مش عارف. لا هو نورمال حاجه سته يعني اعلى عشان نقول في الكوفيد بس ولا ان جنرال؟ لا ما انا السي ار بي ماركر من 10 ماركر قدامك اهو. ارقام كبيره بقى يعني حاجه ضخمه يعني. 50 مثلا؟ قول ارقام كبيره كده بالشوال. حد يديني رقم. اكثر من 90 رقم جميل. على دو. ايه؟ ايه؟ علي صوتك 75 هو مش بيبقى هو نفسه ماركر بس يعني هو انفلاميشن ما
فانا اقول لك حاجه دلوقتي هخليكي تضحكي اكتر والانفلاميشن اكتر. اديني رقم انت. لا سي ار بي نيجاتيف هيبقى ماركر هيفيدنا. لو نيجاتيف خلاص هيكسكلود المرض مش كده؟ كام بقى؟ الكات اوف فاليو اللي احنا خدناها في مصر 10. 10 خدناها ازاي؟ واحنا بنجهز البتاع ده كان معانا بروتوكولات من 200 مستشفى في الستيت. في ناس بتعتبر زي الكاوازاكي جاست بوزيتيف سي ار بي ويشتغل، يعني الثلاثه والخمسه دول طالما الابر ليميت اوف نورمال جابهم خلاص يبقى بوزيتيف. في ناس بتاخد 10، في ناس خدت 20 وناس خدت 30، احنا خدنا 10 بنفس فلسفه السي دي سي عشان ممكن يبقى اوفر دايجنوزس لكن ما يبقاش تقصير في اهمال الطب. ما نقولش حد 30 كده، لكن الاس ار الكل متفق ان هو يبقى فوق ال 40. دول الرقمين دول 10 او اكتر عادي. طيب البروكالسيتامين بقى قيمته ايه؟ احنا كاتبينه لازم صفر. هو مش موجود هنا لكن موجود في ده بالخطا ان هو ما كتبش البروكالسيتامين. البروكالسيتامين هل له قيمه هنا؟ على البروكالسيتامين ايه؟ بالنسبه للاعشاب البكتيريا. لا هنا بقى النقطة اللي لازم نقف قدامها برضه ماركر البروكال هنا ماركر اوف انفلاميشن وليس بكتيريا انفكشن. وانس انا فكرت في الميسي لما بطلب البروكال انا مش طالبه عشان افرق بكتيريا الرايل انا وعشان ده المشكلة اللي بينه وبين القضب. القضب لما يجي الانترلوكن 6 يديه الاكتيريا دي يقول لك اعمل لي البروكال واعمل لي انترلوكن 6. البروكال لو لقاه بوست يقول لك لا مش هدي لان الاكتيفيتي في سكند باكتيريا انفكشن تعمل لي سكند باكتيريا انفكشن. لا احنا هنا لا لو عندنا ميسي البروكال بس الملاحظات اللي احنا شفناها على مستوى شغلنا في مصر البروكال بتاع الباكتيريا انفكشن بيعمل لك واحد واحد ونص اثنين لكن بتاع الميسي بيعمل لك 11 20 انا شايف 36. فبالتالي البروكال هنا ماركر اوف انفلاميشن وليست ماركر اوف بكتيريا انفكشن في الميسي. خلاص الكوفيد غير لنا حاجات كتيره من اللي كنا مقتنعين بيها. وعشان كده لما اجي اشخص لازم اعمل مش بس على مستوى الكلينيكال تلاب هعمل اسيسمنت للسيستم. يعني الايكو مهم جدا، الترابنين مهم جدا، اي سي جي مهم جدا. لو عندي برين جيوريتيك بيبتايد بعض السنتر في القاهره فيها اعمله. ليفر فانكشن، كيدني فانكشن، الكتروليت، الهايبوناترينيا اذا باد ساين. هايبوناترينيا اذا باد ساين. مش كده وبس، القلب الهايبوالبومينيا باد ساين. لازم اهتم بالحاجات دي مهمه جدا. وزي ما احنا قلنا البروكال هنا ماركر اوف انفلاميشن وليس ماركر اوف بكتيريا انفكشن. وبراحتي خالص هبعت العيان يعمل لي بي سي ار وكوفيد انتي بوديز وهنتظر الكاش لحد ما تطلع ده مهم جدا عشان اشتغل صح وانا بشتغل العيان. معلش دكتور طارق في برضه حته يقولوها الليمفوسايت نفسها يحكموا عليها بالاعداد ايه على حسب السنه. الليمفوسايت ليمفوبينيا اتلغت من بروتوكول التشخيص عشان هم معتقدين الرقم ده. انا في اثنين بيبر في البريتش ميديكال جورنال انا محكمهم عشان الكونتروفيرسي بتاعت الليمفوبينيا. في ناس كتب تواصلت مع الليمفوبينيا في حالات كتيره واكتشفوا ان ملهاش قيمه. يعني لما اجي اعمل احصاء واعمل ميتا اناليسيس للريزلت اللي اتكتب على الليمفوبينيا ملهاش قيمه زي ما احنا كنا متخيلين. لكن هي في وجودها في الميسي دي واحده من الماركر اللي تخليني اشخص وابقى قلقان على العيان شويه. زي البروتين القلب من القليل او زي لما الاقي الانترلوكن عندي زايد من الحاجات اللي لازم اهتم بيها. معلش دكتور طارق بعد هو كان الاول بيقولوا ايه لو انت سنك اقل من 8 شهور لو سنك اكتر من 8 شهور لو سنك اقل من 8 شهور ديت فوق الجزء الاولاني فوق ال 2000 ونص ولو اقل من كده الجزء اللي موجود الثاني ولو الجزء الثاني اللي موجود يبقى اقل من ال 1000 بس. دول كده بالنسبه لنا تعتبر عشان كده بناخد الابسوليوت نمبر تعتبر الليمفوبينيا بتاعتنا. يعني مش الليمفوبينيا الرقم وخلاص ان العدد اللي موجود كام في المية ولا حاجة في المية اللي موجود الرقم اللي هيطلع ده كام الرقم نفسه. وبعدين بقى لما ناخد الريشيو بعد كده دي لسه ده الريشيو ده الجزء الثاني ده الريشيو ده حاجة تانية ريسك فاكتور اسسمنت يعني الريشيو دي بروجنوستيك بروجنوستيك فاكتور عشان اعمل اسسمنت للريسك فاكتور والسيفيريتي بس دي على التوتال بقى على التوتال صح. اللي انا جايبه ده مهم جدا
ارجوك لو قرات النهارده والحته دي انا هبقى مبسوط جدا. انسوا ان في حاجه اسمها كاوازاكي. انسوا ان في حاجه اسمها كاوازاكي الايام دي. من دول الايام دي. كاوازاكي موجود كمرض اللي احنا عارفينه، لكن اللي بنشوفه هو الميسي. لان الفرق بين الميسي والكاوازاكي والتوكسيك شوك، الميسي هو توكسيك شوك اكتر. هو كاوازاكي بيجي لنا بشوك، بيجي لنا بشوك في الحالات بتاعت الدكتور اسامه بس. لو في الشهور الاولانيه لست شهور جاي لنا كاوازاكي سيفير فور ممكن يجي لنا في سيفير فور. ما ده سيفير فور بتاع كاوازاكي ده عند الدكتور اسامه. ها؟ وبعديه بكذا شهر. خلاص؟ لكن مش في البيدياتريكس هو كاوازاكي مش الكرايتيريا بتاعت الشوك. لكن انا عندي هنا كرايتيريا ميجر اسمها شوك. الشوك موجوده في التوكسيك شوك سندروم سواء ستاف او ستريب. ونفس الميكانيزم اللي احنا او الطريقه في العلاج بتاعت اللي هي والتشخيص يقول لك توكسكلود يو هاف توكسكلود ها ولازم تعمل كالشر ولازم تعمل مش عارفه ايه والسايت اوف اورجانيزم موجود فين. نفس اللي احنا بنعمله هنا لكن مش كاوازاكي. فانسوا الكلمه دي هي ميسي ميسي يعني طول ما انتوا ماشيين كده قولوا مو اند ميسي مو اند ميسي لحد ما ايه تجننوا الناس اللي حواليك. طيب دي زيزي بقى فاكرين عائلة زيزي؟ كانت تقول لهم الثلاثة أربعة يا ماما ها؟ بلاوي بلاوي. الحالة بتاعتنا تمشي ميسي؟ تعالوا نشوف كده السن يمشي الحرارة عندي تو سيستم افكتد هنشوف الانفلاماتوري ماركر بتاعتها شكلها ايه منتظرين دول لكن هي في كونتاكت موجودة منتظرين اللي هي كونتاكت وجدها توفى الله يرحمه وهتنتظر الكاتش. شايفين الماركر شكلها ايه؟ 26000 التوتال ليكوسيتيك كاونت 26000 هجيب لكم بس السي ار بي 169 الفرتن كام يا دكتور ريف؟ عرفت 4000 لا 4738 دي دايما كام؟ تقريبا 10 اضعاف الابر ليمت اوف نورمال دايما 4 و4 كام؟ الانترلوكن 6 بناخده قيمه لما يكون 3 اضعاف لكن هو زايد 10 و4 طب هنا السؤال ودي بقيه التحاليل الثانيه طبعا الصوديوم كان قليل والحاجات دي بس انا وقفت قدام الحاجات دي ليه؟ الايكو طلع عندي عنده مايوكارديتس كمان ما هو من هنا من مايوكارديتس ولازم احنا بنتكلم دلوقتي هنقول لها ليه؟ يعني الطفل ده لما يدخل لنا او حاجه زي كده انا لازم هدي فلويد انا عندي شوك كمان الدكتور ضيف عارف وانا بحسب هنا بعمل السنترال لاين بشوف الكاردياك فانكشن ممكن اشوف بالايكو الانفيريف فيناكيفا ملان ولا لا ملاقيه ملان ها هدي ليزكس رغم ان هي شوك عشان اقلل اللود بتاعي وهدي الانتروبس بتاعتي وهدي حاجات سبيسيفيك للهارت مش هدي هنا بندي النور اد بس لكن هدي حاجات للهارت بقى ماشي دي الحاجات دي سيستم تاخده في خلال الساعه الاولانيه الدكتور ضيف واقف جنبه كده اعمل 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 العيان كده تظبطه. طب تعالوا نشوف بقى الحاجات اللي هتزود شويه لما زودنا العيان ده شويه حاجات كده صغيره لقينا في عندنا كاردياك افكشن وهايبر كواجلاند ستيت زودوا لنا السيستم افكتد بقى ما كانش اثنين بقوا ثلاثه طيب او بقى اربعه انا اسف الشيست اخباره ايه؟ شايفين الشيست ده؟ اتكلمنا الدكتور عليه الصبح. طبعا ده الالومنيات اللي موجوده. جراوند جلاس موجود قدامي اهو. جراوند جلاس. الهالو الريفرس هالو ساين موجود. وافكتد الابر لوب. طالما بنشوف الفتحه دي بس بتاعت التراكية دي احنا في الابر لوب. ما زلنا في الابر لوب ماشيين. البايفوكيشن هو فبدا يحصل لي الابر والميدل لوب بدا يجي لي هنا وهنا هو الميدل لوب. نزلنا تحت في اللور لوبس ماشيه تقريبا اول لوبس حركات. هل ده كوفيد؟ ما جاي لها تبقى البيكشر بتاع مين الكوفيد؟ ايه رايكم؟ تبقى كوفيد؟ معتبرها كوفيد؟ طبعا. طب ايه ده؟ انت بتقول لي قاعد مصدعني من الصبح تقول لي ميسي، ايه ميسي ده؟ يبقى نخليها مو خلاص بقى مو صلاح ونطلع يبقى ريحنا. هل ده كوفيد؟ ده سي دي سي رايحتنا. قالت لنا الكوفيد او الميسي ثلاث حاجات. سيمبل ميسي لوحده ميسي بلس كوفيد
او يجي لي بالكاردك والسكين بس. دي تقسيمه ما غيرهاش، لكن انا مقتنع انها اتغيرت. احنا نشرنا بيبرز لحالات الكومباين مختلفه عن الكريتيريا اللي قالتها، لان هتلاقوا مثلا هنا يقول لك ايه في البيور ميسي almost half serology على السن هو خلاص بوست كوفيد اللي كان بوست كوفيد ها ده الايزولي، والبي سي ار بوست او نيجاتيف ممكن يبقى بوست او نيجاتيف ده خلاص هو بقى له 3 اسابيع او 6 اسابيع زي ما كنت بتقول ميسي اول ما طلع الميسي. طيب ده قال لك البي سي ار هنا بوست لانها كومباين في 84%. السيرولوجي لسه ما بقاش اكيد، لكن احنا في حالتنا طالع السيرولوجي ومورتال ليه شايفين قد ايه؟ لله الحمد احنا شفنا حالات كتيره وكلهم عدوا الحمد لله. بس للامانه المشاكل اللي بيقول عليها الدكتوره ديف دي كنا عاملين اوفر كام فيها، كنا جاهزين كل حاجه كانت موجوده، المسائل بتتاخد في نفس اليوم وكل حاجه موجوده. لو الادويه موجوده دي سهله خالص، دي سهله جدا لو الادويه موجوده. طيب هنا عندنا ميسي وبالمونري والاي جي جي والاي جي ام كانوا بوزيتيف، وعندي الجد كان عنده بوزيتيف كمان. تو انفكشن تو يعني هو انفكت ولا هو لا 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 ولا الميسي لا بيقولوا عليه الريسبونس بتاع الميسي يا دكتور اسامه. لا هي تفسيرها ثاني خالص بسيط جدا. كان الميسي يقول لك ايه ده بوست انفلاميشن، ياخد له زي مثلا جلومينال فاتس كده او روماتيك فيفر، يبقى في ليتنت فيس طفل يجي له انفكشن وليتنت فيس يبدا يعمل لي الكلام ده. قال لك لا هو سو رابيد ان هو في الاكيوت فيس من الانفكشن بيعمل لي الرياكشن ده. يعني انت الكوفيد ده يعني نعتبره ايه بقى؟ يعني هو ده الانيشال باثولوجي من الاول وكان ليتنت بعدين بقى اعلن عن نفسه؟ ما هو هو كوفيد يعني لا هو كوفيد يعني هو خد الانفكشن لا لا هو خد الانفكشن اسامه وعلى بدا المانيفستيشن بتاعت الكوفيد تظهر له بروقان كده ويجي لي بالمونري المانيفستيشن بتاعته في نفس الوقت. لا ما خدش وقت في خلال ال 10 ل 14 يوم اللي بيحصل فيهم الديزيز بروسس بتاعت الكوفيد حصل للميسي. بمعنى تاني ان الميسي كبروسس كباثوجينيسيس مش محتاج ليتنت فيز، ممكن يعمل ياخد بليتنت او يجي بسرعه. دي الرسمه اللي الدكتور محمد رسمها الكيرفات الثلاثه اللي كانوا موجودين. الاي جي ام هو المفروض الاي جي ام ده بيطلع بعد اسبوع ويقعد لحد ثلاث اسابيع، والثاني ده يطلع بعد ثلاث اسابيع ويقعد بعد اسبوعين ويقعد لحد اخر اسبوعين. هي هتحصل في اي وقت بقى من الثلاثه دول؟ اول اسبوع ولا بعد اسبوعين ولا بعد كل وقت؟ هو بدا بالانفلاماتري بانفكشن بالبروسس بتاع الانفكشن كلها وانفلاميشن اللي حصل لي معاها بالظبط. وعشان كده هتلاقوا الفرق اللي بين السي دي سي واللي احنا الحالات اللي احنا شفناها. يعني السي دي سي كان يقولوا ان النيجاتيف سيرولوجي اللي احنا عندنا بص في سيرولوجي حالات كتير جدا، عندي حالتين في القاهره الايام دي نفس الكلام. البي سي ار بيقول لك نيك بوست في حالات قد ايه؟ قليل جدا البي سي ار عندنا لما بنشوفه بوزيتيف، وده كان سبب نشرنا والاكسبتنس بتاعنا الحتتين دول على فكره. هما طبعا الحمد لله ان يعني سواء اللي انا شفته او الدكتوره حنان شافته في عين شمس في شغل كويس اتعمل والحمد لله النتائج كويسه معموله والنتائج اللي قالها لي الدكتور ضيف هنا كبيره جدا. طيب في حاجه احنا فقدناها شويه اللي هي الاجيتيشن، قلت لكم ده قوي. الطفل اللي جاي اجيتيتد ده وهو شاب طبيعي، لكن من فضلك لازم تقعد جنبه تنتبه بالذات في الميسي وفي الدوامه اللي احنا عايشين فيها ده. وده اللي حصل معانا ان الطفل ده هل نعمل له انفستيجيشن ولا لا؟ الطفل ده قاعد اجيتيتد اربع ساعات مش كده وبس. ففوجئنا ان الساتوريشن بتاعه بينزل، الساتوريشن بتاعه بينزل جدا. هنفكر في ايه؟ طفل دي ساتوريتد فكروا في ايه؟ في الدايليما اللي انا قلتها ده مرض بياخد لي اميون سيستم ريجوليشن وبياخد لي انفلاميشن. فكر في ايه؟ امبلايزيشن. فكرت امبلايزيشن الطفل الاجيتيد ده هل يا ترى حصل له ديساتوريتد؟ هل في بالمونري امبلايز؟ هل حصل سيريبرال؟ هل ابدا سيرابيتك انتيكو اجلان؟ ما لو في ثروموز ما ده طفل. تخيل ابنك او بنتك هتنتظر تعمل انفستيجيشن بكره، الايكو كان المفروض يتعمل الخميس يعني عمله السبت، ما ينفعش. فدلوقتي حالة تقف على راس العيال دلوقتي تقول ايكو دلوقتي مش كده؟ ده اللي عملناه. ايكو اللي جه اتعمل دخلناه عملنا ام ار اي وسي تي انجل شيست بس، وهي في الطريق هبدناها بلغتنا بقى في الشغل جرعه سيرابيوتيك انتي بايوتيك. ان لو
لو عندها حاجه انا عارف، لو ما عندهاش يا جرى ما طلعش عندها حاجه. بدأنا رجعنا تاني ان احنا البلان كان كلامنا في الادمشن في الاربع ست ساعات الاولانيه ليها مش اكتر يعني. طيب سايتوكاين ستورم، زي ما دكتور محمد ودكتور هاله مشكورين جابوا سيرتهم، دي الارقام بتاعتنا اللي ممكن كنا ناخدها زمان خالص، ودي الارقام اللي طلع لنا في العيان ده. الارقام دي امشيها ميسي ولا امشيها سايتوكاين ستورم؟ لو انت عندك ارقام في طفل كوفيد تمشي سايتوكاين ستورم هي ميسي. انسوا السايتوكاين ستورم دلوقتي، لان السايتوكاين ستورم علاج استرويد وبيولوجيك، لا هنا مضطرين ندي اي بي اي جي. وهيبقى نتكلم دلوقتي ايه قيمه الاي بي اي جي، لان هو فكرته ان انا اوقف الانفلاميشن ما ياثرش على الهارت على اللونج تيرم. التريتمنت بلان للميسي بصفه عامه، كل الاطفال كنا من سنه وكام شهر كنا بنقول البليتلت انتي بليتلت اللي هو الاسبرين للعيان اللي جاي. انا سايب المحاضره يا حبيبتي. الانتي بليتلت بنديها للطفل اللي هو عنده كورونري انفكشن، لا اي طفل هيشخص ميسي النهارده الانتي بليتلت هيتاخد. الاسترويد كنا مزحزحينها شويه، لا دلوقتي في المايلد كيس ممكن نضطر، وهنقول ازاي. الاي بي اي جي في المايلد كيس ممكن نضطر. الانتي كواجلانت احنا مزحزحين مرتبط بالكلينيكال سيتويشن، ريسك فاكتور، دي دايمر، الحاجات دي كلها بتبقى هي اللي بتحكم لي اللعب. عندك المحاضره يا فندم؟ المحاضره موجوده عندك هنا. ودي اتصور معاها او جنبها؟ خد يا صديقي انت عارف دي كانت خد يا احمد عايز ياخد احنا قربنا نخلص عشان اللي عندها طفل في البيت بيرضى عن حاجه. احنا اجازه يا باشا ما تقلقش، احنا اجازه احنا قاعدين. ال الالجوريزم ده مش مكلكع ولا حاجه. انسوه وبصوا له. الطفل اللي بيجي لنا بفيفر لاكثر من يوم من حقه يبقى طفل، من حقه يبقى طفل، من حقه يجي له ريسبيراتوري سيستم انفكشن. مش ده اللي بيحصل؟ كام ابر ريسبيراتوري اللي تحصل للطفل الطبيعي؟ من 4 ل 8. من 4 ل 8 ولو راح المدرسه تبقى كام؟ دبل. دبل او تريبل. انت معايا بقى؟ النورمال تشايلد اسمه نورمال تشايلد. في سير الين وورث له كتاب قريب جدا اسمه نورمال تشايلد، روح اشتروه. المهم جدا سيبكم من النت. من 4 ل 8 يجي له ابر اسبيراتي. يبقى دبلنج وتريبل لو راح حضانه. بالذات لو قعد 6 ساعات مع 6 طلبه. احنا بنقعد ب 40 طالب بنقعد 8 ساعات. فده طبيعي من حقه. حقه يجيب جاستروكرايتس. من حقه يسخن. طيب لو هو جاي لي سخن وبقى له يوم ميسي، لا انا يعني كده يعني انا بقيت ظالم يعني. من حقه يبقى طفل طبيعي لو كان هو ويل بيبي. احنا كلنا عارفين ويل بيبي، كلنا قعدنا في اعداد. عيل جاي حراره الام بتقول 40 بس دلوقتي هو جاي بدون حراره ومش عارف اعرف العياده منه، شيطان. طالما ويل بيبي ها مش توكسيك ولا قل، لا من حقي اقول لها من فضلك تليفوني اهوت معاكي لمده 24 ساعه ل 48 ساعه راقبهولي. لو لقيتي اي اعراض ثانيه غير اللي انت بتقولي لي عليها ظهرت عليه، لقيتيه بدا مهمل لما الحراره بتنزل، لقيتيه يبقى فيه اي حاجه تحسيت مش قلقانه عليه هتقولي تاني. طيب اللي اتحسن ده هو ده النورمال تشايلد. هو مش ممكن هيجي لي كلهم هبقى كلهم ميسي. طب النساء او الحراره بيرزستنت اكتر من 3 ايام او 5 ايام، لا ده ميسي الويل بيبي. ويل بيبي ما جبتش سيرم سيك بيبي ها. ويل بيبي ميسي وهيحتاج مني ايزر اي بي اي جي او في الغالب هيدي استرويد. عشان كده استرويد استخدامه النهارده مش خطا، بس بالشرط ان انا مش بعمله اللي هي البولترين مع حقنه الدكسا مع حقنه السيتراكسون. دي مالهاش دعوه، دي طب تاني خالص. اللي انا براقب الطفل صح واشوفه الريسبونس. انا عندي طفل ده ايوه الديابيتر. الديابيتس هو ويل نون دايابيتس و
حصل له ديسوربيشن، حصل له كان هيدخل هايبر جلايسيميا ما دخلش دي كي اي. حراره قعد حوالي لحد ما انا شفته كان 9 ايام او 10 ايام. لما عملنا الماركر بتاعته، ما هنا الماركر بقى مهمه، الماركر عاليه، قعدنا كده ساعه نتناقش فيه وناخد فيه قرار هعمل ايه معاه. ده يمشي ميسي، الحراره اتاخرت فيه عن المكان، خد انتي بيوتيك وقعد ياخد وقت مننا ولسه الماركر عاليه ودي دايمر عالي. لا بس ما كانش ياخد انتي بقى، لا هنديله حاجه من الاثنين، لا استرويد لا اي في اي جي. معايا حد دايابيتولوجيست من الاسماء الكبيره في مصر، قال انا هبقى خايف ان احنا ندي دايابيتس استرويد معاه، فدينا له اي في اي جي. فالويل بيبي اللي هو عنده كرايتيريا تخليه سسبكت الميسي وبدقه ااكده كلينيكال ولاب وويل بيبي، عندي الاوبشنز ده. طب الايه البيبي؟ لايه البيبي؟ زي الحاله اللي احنا عرضناها اللي هو جاي لي بشوك، ده ملوش حل، يدخل الاي سي يو، الشوك تصلح، الدكتور ضيف مش هينام، لو راح ينام تجيبه تاني تقول له تعالى، زي ما الدكتور اسامه جاب الدكتور محمد كده من القاهره، تعالى قول لنا الراجل ده هنظبط الايكو نعمل له فيه ايه؟ فين احنا مش عارفين نشوفه، ندي لازلس ولا ما نديش؟ الفلو ده نديها ازاي؟ الكلام ده كله لازم يتحسب مش كده وبس، لازم ادي حاجه اسمها كومباينيشن ثيرابي او كومباين ثيرابي، هدي اي في اي جي وهدي الاسترويد، وهدي بالس استرويد على 30 مش هدي بالس استرويد على 10. بلد الشوك بدي بالس استرويد على 30 ثلاث ايام، والماكسيموم في البالس استرويد 1 جرام، يعني الطفل اللي عدى 33 كيلو زي ال 40 هياخد 1 جرام عند ماكسيموم دوز البالس استرويد. اللي بقول لك عليه ده الشوك. طب ما هوش جاي لي بشوك، اكيد جاي لي ال وعندي سيستم افكت، عندي رينا اي كي اي، عندي الكاردياك افكشن، عندي نيورولوجيكال مانيفستيشن، هياخد الاي بي اي جي وياخد البالس، بس البالس هنا ممكن العب قراري بقى 10 ل 30. الحته دي واضحه؟ يبقى الاي بيبي والويل بيبي دي في منتهى البساطه. طب الادويه اللي احنا بنستخدمها دي هنتكلم معاها واحده واحده، الاي بي اي جي كنا من سنه بنقول هنديه ونكرره بعد 48 ساعه او بعد 36 ساعه، دلوقتي بنقول سنجل دوز لان بيعمل لنا اوتو ميونوم ليتكانيميا وبيردن على السيركوليشن، فهي 1 دوز. طب لو عندي كاردياك افكشن، كاردياك افكشن هعمل حاجه اسمها فراكشنيتد دوز، هدي على يومين كل يوم 1 جرام بكل كيلو. ده الاي بي اي جي في منتهى البساطه. وانت بتدي الاي بي اي جي الاول تديه سلولي في الساعه الاولانيه عشان لو حصل منه رياكشن واحد، تعرف انك لما بتديه ممكن العيان ده بيحصل معاه هيدك ويفضل معاه ده اسبوع او اسبوعين، مش مشكله اي بين كيلر هيوديه شويه لكن مفيش منه ضعف. لكن لو حصل منه انافلاكسس او اي حاجه او رياكشن هنوقف. طيب والانتي كواجلنت نفس فكره اللي احنا قلناها في الاول، الانتي كواجلنت الاساس بتاع السيرابيوت الا اذا اثبت ان عندي كروني ثرومبوزس، هنا انا اسف بروفلاكسس، لو عندي بالمونري كروني ثرومبوزس هدي سيرابيوت. طيب الاسبرين، الاسبرين از اماسمر ايام دي ولازم ادي لحد الانفلاماتي ماركر تظبط والبليت اللي بنشوفه رقم بليت عالي يبقى نورمال، ولازم وانا بديه اتاكد انه ما حصلليش كروني، وعشان كده الايكو لو دخل بس في المستشفى ممكن اعيد له الايكو ديل لو في الاي سي يو، ماكسيمم كل 3 ايام في الاي سي يو، لو هو في الورد 3 ايام لحد ما يخرج، ولو خرج اعيده اسبوعيا لحد ما يعدي الشهر الاولاني اللي هو ممكن كورونا يظهر لي في اي وقت، وده الوقت اللي بدي فيه البليتلت الانتي بليتلت اللي هو بالاسبرين. لكن لو عندي اكتف بليدنج او عندي ريسك اوف بليدنج او بليتلت اقل من 80000 مش هعرف ادي الاسبرين، ممكن ادي حاجه ثانيه من الانتي بليتلت. الاسترويد، الاسترويد في السيفير فورم في الشوك باس استرويد 30، في السيفير بس مش شوك من 10 ل 30، في المودريت او المايلد اللي زاد انا عندي اوبشن الاسترويد اللي هي 1 ل 2 مللي جرام. الديوريشن بتاعتي قد ايه بقى؟ مينيموم اسبوعين لثلاثه، والوزدرول قدامي اسبوعين لثلاثه حد اقل، واحيانا اتفضل لا يا فندم البالس استرويد في 3 ايام سواء 10 او 30، لكن بكمل استرويد على 2 اه
هو في كذا مدرسه، هو البلس في كذا مدرسه دكتور طارق، يعني في مدرسه بتقول 30 3 ل 5 ايام، او 30 3 ايام، او 30 20 10 3 ايام 3 ايام 3 ايام، الدارج كله والناس كلها ماشيه 30 3 ايام. هي لتبسيط، لان اصل لو دخلنا في طريقه اعطاء الاسترويد وازاي هنديها هيبقى دخلنا في حدوته. وانا ببسطها بحاجه، فيما عدا البلس ادي اي استرويد واللي انا كاتبها تحت دكساميثازون بيستخدموه خلاص 8 مللي بس، في ايكويفالنت دوز لكل حاجه في الاسترويد لها ايكويفالنت دوز. بس نفهم حاجه، الموست بوتنت كانتي انفلاماتوري افكت بالز الميسايد بتنزلون والدكسا، الهايدرو مالوش ان بوتنسي عاليه زيهم في الانتي انفلاماتوري، والافكت بقى على الهرمونز والالدوسترون والكلام ده، الاسترون لايك ميكانيزم والكلام ده احنا عارفينه وبمنتهى البساطه. وانا بعمل وذرول مش قبل اليوم الثالث للخامس بقلل ربع الجرعه، يعني لو طفل بياخد 40 في اليوم الخامس بقلل بشيل 10، اليوم اللي بعديه اشيل 10، ها ونازل بالراحه كده. دكتور طارق، الريسك بتاع الري مع الاسبرين كان دايما في الاطفال كده حاطط لك اللعبه دي كان بيلعبها واحد معايا بتاع كارديولوجي، كان يبعت لي التقرير بتاع الايكو في الكاوازاكي، في عندي دايلتيشن كورونا دايلتيشن، عايز ايه عايز تبقى. وبعدين ما يكتبش الاسم، هو خايف بس بيقول لك انت علشان لو كتبت على السلطه. انا كنت بعمل ايه؟ البروتوكول بتاع الكاوازاكي بيقول ايه؟ بدي اسبرين، بدي هاي دوز، مش كده؟ بخاف هنا بدي بوصل ل 120، مش كده؟ وقام حاطط من الاب تو ديت في الملف العيان البروتوكول بتاعت الايه الامريكان هارت اسوشيشن بتاع يجي ثاني يوم كده، وقام كاتب نوت دكتور اسامه، مش هقول اسمه، دكتور اسامه ريفيوز تو رايت ذا ميديكيشن، بس هو مش عاوز يكتب. وي هاف تو جيف البروتوكول بيقول كذا، الجايد لاين بيقول كذا، انا ههرب منه ليه؟ وي هاف تو اكسبت ذا ريسك. لا 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 وي هاف، اصل انا ده كوازاكي ولا مش كوازاكي؟ ده ميسي يعني ولا مش ميسي؟ بتتكلم في حاجه مور خلاص لا ملهاش حل، ده وده جايد لاين ولازم نمشي عليه، ملهاش حل. لكن لو واحد انا مش قادر اثق فيه، مش قادر اوضحه، مش ده مش شاكك فيه، لا مش شاكك. طيب بالنسبه للبيولوجي كان، وفي وقفه صغيره دي، في الاكتمرا احنا استخدمناها كتير في اول الدوامه بتاعه الفاضل، لحد ما بدانا ندخل في الميسي والكلام ده، وبدات تجي لنا ريبورت من ستيت والكلام ده، ان في الاناكينرا اللي هو التليكون 1 انتاجونست، ده مور سبيسيفيك ومور سيف. احنا بنوفرها في مصر بطريقه صعبه جدا، الوزاره مش موفرها خالص، كوزاره صحه والتامين الصحي حاطه للباكج بتاع الروماتيك ديزيز، بيستخدموه بطريقه معينه. احنا بنجيبه من الشركه دايركت، وعاملين اللي بيشتغلوا في الحضرية دي عاملين كوميونيكيشن مع مدير الشركه او الراجل اللي مسؤول عنها ويوفرها له. في اماكن في مصر موفراها على طريق الشراء المباشر بطريقه ما مش هقولها، بيوصل وعندهم مخازن دلوقتي الاماكن على اساس ان هم يقدروا سيفنج لايف، وده مور سبيسيفيك، يعني انا بدي العيان فرصه. اللي بيشتغلوا في اي سي يو عارفين ان هم بيبدوا في حاجه اسمها سكورنج للانتروب، والسكورنج ده بيقول العيان ده بيستجيب ولا لا. لو العيان خلال 24 ساعه ما استجابش بيدخل اناكينرا على طول، يدخل اناكينرا على طول، لو ما فيش متاح دخل اكتمرا على طول، لان ده معناه ان الطفل ده الانفلاماتري رياكشن بتاعته عاوزه تقع. انا ماشيه بالكومبايند ثيرابي اي في اي جي والبالس سترويد، انا محتاج بيولوجيك كمان معايا، ده المكان بتاعه في الشوك بالذات، طفل الشوك انا محتاج ادخل له بطريقه اجريسيف شويه. ده مالتي سيستم، يعني ما ينفعش ابقى كده انا الهيرو، يعني انا الحمد لله الشغل بره خلانا نبقى بنشتغل واحنا مش خابطين دماغنا في السقف، ان احنا اللي فاهمين والباقيين ما بيفهموش. لازم اسمع راي كل واحد واناقشه. لما يجي واحد يقول لي حاجه واقول لكم زي المناقشه اللي حصلت دلوقتي في الميسي، واخد بالك ازاي في الحاله دي؟ دي اللي هقولها الاول، الهيمو دايناميك الكاس مهمه، النور ابيدافرين مهم، الكونسرفاتيف فلويد مهم، دي الحاجات اللي لازم تبقى في ذهننا واحنا بنعالج العيان ده. الاكسجينيشن من هاي فلوز الكانيول فنت، خد دي خد هاي فلوز الكانيول قعد عليه اربع ايام. البرومبوزيشن مهم، لو مضطرين انا بامانه ما شفتش ولا طفل انتيبيتد عندي، لازم اشهد بكده. هنا الانتيبيتد دي نقطه مهمه جدا،
نقطة اللي عليها كونتروفيرسي في النقاش. الشك انا ارفع كله، ولو انا مع الدكتور ديف هاجي اقول له امدي لي العيان ده سيفتر اكسون مع فانكو هيقوم خابطني بكتفه ولا انا هاجي ميرونا ده لا. وكل طول الرعايه عندهم هو مش اجريسيف، هو بيبقى عاوز يدي من اخر حاجه عشان العيان يجيب معاه حاجه ينطق معاه. انا شفتها العيانه كنت بتاعها بالنولج وبتاع النولج بشتغل بالراحه شويه، وده حصل عليه الكلام. يعني انتبيوتيك لما بيكون عندي كوميونتي اكوايرد انفكشن، والكوفيد واحده من كوميونتي اكوايرد انفكشن، ولو معاه انفكشن جاله كوميونتي اكوايرد برضه بكتيريا انفكشن، فده الستيب وايز اللي همشي عليه. في النمونيا ما تعديش الحاجات دي ابدا. يعني انا لو اقل من اربع خمس سنين هي الاموكسيكلاف، لو فوق الخمس سنين الماكرولايك، لان الاتيبيكال موجود اكتر مش كده؟ ده لو ما عنديش الاطفال مطعمين للنوموكوكل هدي السيرتسينجين كيتوسبورين معاهم. ده البروتوكول. ما جيش في اول طفل ما اشوفه انا اعطي له مرينام، لا اديله سيرتسينجين. عاوز تزود اديله سيرتسينجين. طب اللي بعد سيرتسينجين في الفورس جينريشن في الاكستند سبيكترم بنسلم. لكن فكرت في المرسى افكر واديها للفانكومايسن، مش هديله الانزولين. الانزولين دي للمرسى اللي هي ريزيستنت ما بدأش بيه. واي حد يعمل غير كده حقيقي بيظلم العيال وبيظلم نفسه هو، مش هيلاقي ادويه يعالج بيها بعد كده. الكاربينم ده دواء خطير جدا. ده دواء في ستيتمنت طلعت من اوباما في البيت الابيض في الستيور شيب بروجرام عشان الكاربينم، تخيل لما رئيس الدوله يطلع من البيت الابيض ده ستيتمنت، لان هو متبني الستيور شيب بروجرام على مستوى الستيت. ده اجيب لكم البيبر دي في سنه 15 او 15 تقريبا. الكلوروكين اللي اتكتب في النيونيت ليه؟ الكوليستين اللي اتكتب بالهبل، الامايدو جلوسايد ده جرام نيجاتيف، ولو عندي حاجه زي سودوموناس ولها سبيسيفيكيشن. يعني لما يكون عندي سودوموناس انا بستخدم سنجل سيرابي، لكن لو عندي افيبرايل نيوتروبينيا بستخدم دبل سيرابي للسودوموناس. غير كده ما لهاش مكان، لازم ابقى وايز في الاستخدام بتاعي. تيجا سايكل اللي كان نازل للانترا ابدومينال انفكشن وسوفت تيشو انفكشن وسي دي سي اخذت اربع سنين عشان تدخله في البلمونري انفكشن، ما استخدموش اول لاين في تريتمنت دلوقتي. فده وده اللي الدكتور محمد جاب لكم الفايف نوز بتاعه الانتيبيوتيك، ده مهم جدا. انا شفت تيجا سايكل مكتوبه في البيوت، مكتوبه في البيوت، فده لازم يبقى. هم اصلا بيروحوا على التافانيك يعني هم بياخدوا كده، بيروحوا على التافانيك والكليكسان والسوليبريد والبتاع ده. طب من غير ما يروحوا يا فندم، طب ياخدوا الكلام ده في البيت من غير ما يجوا مستشفى؟ اه ما هو ده الاساس، ده اللي بيمشوا عليه. في حاجه اسمها الاستباحه. ايوه ايوه. وعلى فكره شفنا اخر حاجه في المحاضره سبب الاستباحه دي، هقولها لك في اخر المحاضره يا دكتور. وياخد قبل التافانيك كمان انجيشن. الحته دي انا عاوزكم كلكم تفهموها في الانتيبيوتيك. يعني يديله كده يعني. لازم تعرف الانتي بيوتيك بتاعك بيشتغل ازاي. ولازم تعرف حاجه اسمها مينيمال انهبيتوري كونسنتريشن وانت بتدي انتي بيوتيك، بالذات لو بتشتغل في الرعايه. يعني في مجموعه بتشتغل على السيل وول والسيل ممبرين. البوليماكسين زي الكوليستين بيشتغل على السيل ممبرين. البيتا لاكتامين بيسلم الكيفالوسبورين الكاربوبينر والفانكو، كل الكلام ده بيشتغل على السيل وول. طيب حاجات بتشتغل على البروتين سنسز على ال 15 اس سب يونت وال 30 سب يونت. عندي هنا تيتا سايكل والامينو جلوكوسايد الماكرولايد والمجموعه دي كلها بتشتغل على البروتين سابونيتين. طيب حاجه بتشتغل على نيوكليك اسيد الدي ان اي جايريز الكانيلون والار ان اي بوليمريز الريفامبيسين. حاجه بتشتغل على الفوليت السلفونامايد بتشتغل على الفوليت. فده لازم تبقى فاهم الكلمه دي هتفيدك. زي ما الدكتوره شات كان بيتكلمها على الاتيبيكال اورجانيزم، مشكله الاتيبيكال اورجانيزم في السيل وول. اي دواء بيشتغل تاني مش على السيل وول ممكن يبقى ايفكت. ذا موست ايفكتيف از ماكرولايد. لازم تفهم كده، لازم تعمل الكومباينيشن صح بتاعك وانت بتعمل انتي بيوتيك، ما تديش كومباينيشن وخلاص، لازم تبقى فاهم الراشونال في الاستخدام بتاعك. نرجع لحالتنا بقى، انا استخدمت الفورتون مع الفانج. الدكتور ضيف اخوان لا لا ضيف اخواني اللي كان معايا في الحاله دي لقيته مر وقال لا ميرونا غير الميرونا التسديد
هو ما اتغيرش والعيان جاب استجابه عاليه جدا معانا في الحاجات دي. الفولو اب بتاعي كان الماركر بتاعه بتاع البنت بتنزل بطريقه كويسه جدا. السي تي اتحسن كتير والحمد لله ما كناش من هاي ريت اوف مورتاليتي. لا كانت البنت جميله وحلوه وقررنا نعمل لها بلان اوف ديسشارج. والدكتور محمد اتفضل تحب ان انا اقولها. بلان اوف ديسشارج لاي طفل عشان يبقى فاهمين هنعمل ايه. يعني في ديسشارج كريتيريا وفي ديسشارج ميديكيشن والفولو اب بلان اللي هنعمله. يعني بعد ما اتكلم الدكتور طارق شرح لنا كل ده، انت اتخرجت العيان اعمل له ايه؟ لازم اعمل له في كل الامراض الحاليه دلوقتي الامراض المزمنه بالذات لازم اعمل له اكشن بلان. ممكن اقسم في اكشن بلان العيان بيجي له انافلاكسس يبقى بعمل له اكشن بلان. انا برضه لازم اعمل له فولو اب اكشن بلان، اعمل له فولو اب كل يومين ثلاثه اروح اكشف عليه يعني مش مجرد التليفون، اعمل له اكزامينيشن واعمل واشوف الفايتال ساينس دي مهمه جدا. سي بي سي والتوتال ديفرنشال حاجه برضه حكايه السي بي سي توتال ديفرنشال دي مهمه قوي. التوتال وبعدين الديفرنشال زي ما بنقول بناخد بنبص على على الابسوليوت نمبرز ما بنبصش على البرسنتج او الريش. فهنا بنبص على النيتروفيتس الاماتيور الستاف او الستاب على والسيجمنتد زي ما كنا بنقول الستاف على السيجمنتد بنقول الستاف على التوتال نيتروفيلك يعني الستاف زائد السيجمنتد ده بنسميها الاي اوفر تي ريشيو. طبعا لو كانت اكثر من 20% يبقى في شيفت تو ذا ليفت. لو معايا بقى حاجات تانية زي البروكالسيتونين اللي ما بيتعملش بره فبنشوف السي ار بي. طيب بعد كده بعمل له فولو اب مرتين في الاسبوع، مره او مرتين في الاسبوع اعمل له انفستيجيشن. لو كان في الطفل ده عنده حاجه كارديولوجي فولو اب ويز كارديولوجي فور افري بيشنت برضه 1 to 2 weeks after discharge with وعد له الـ ECG والـ A والـ ECHO. بعد على سن 4 ل 6 أسابيع بعد له الـ ECHO. على سن سنة بعد له تاني الـ ECHO. وممكن أفكر في الـ Cardiac MRI بعد شهرين إلى 6 شهور. فولو أب for coronary and other abnormalities to be individualized according to the patient. يعني ايه حسب الحالة كيس تو كيس. دلوقتي الدكتور طارق هيكمل اللي معانا. اتفضل. زي ما الدكتور رشاد تكرر دي الفولو اب بتاعنا البلان اللي نعمله ولازم لمدة 6 اسابيع لازم انا بعمل الايكو لانه ممكن في اي وقت ده الاكيوت فيز اللي ممكن يحصل لي كورونري افكشن. وانا شخصيا انا بختلف عن البروتوكول ده. الاطفال اللي بيكونوا معايا بعيده بعد كده عن 3 شهور و 6 شهور روتين مجرد قلق لان شفنا حالات الكوازاكي بره كتير جدا. فبالتالي لازم نبقى حريصين ما احناش خسرانين لما نلقط حاجه بدري. مش وفي ناس منهم اصلا بتبقى كده وهي قبل وهي خارجه وهي موجوده كمان. طبعا انا مش هخرج طفل من المستشفى الا لما يكون كلينيكالي كل البارامتر نورمال واللاب وصلت للنورمال. وهديله وهو خارج بديله الاسبرين بديله البي بي اي بتاعي عشان انا العيان ده واخد حاجات كتيره جدا. لو كان له بقيه انتي بايوتيك هديها له. لو كان له انديكيشن للانتي كوادرنت هكملها له. ده الحاجات اللي انا هعملها وهو خارج. السامبل الجوريزم فكركم بيه تاني. الانتي بليتنج لكل الاسترويد لها وقت قلناه والاي بي جي في ال الاسترويد. دي صور من الورقه للحالات الفايتس بالبطل.
شايفين الراش ده كمان راش شايفين الراش ده شايفين البيلينج شايفين البيلينج ده ده كده الكوازاكي زي الكوازاكي لا يا فندم ولا اللي فوق بتاع الكوازاكي اللي حوالين العين حوالين البق كمان لا انا بحسبها الصوره اللي قبلها اللي قبلها اه اللي هو كانت الايدين ده بتقول عليه بس ده ما كل ده ما انا بقول لك كان عشان ايديه عشان ضوافره الحتت اللي عندي اللي عندي هنا يا دكتور ايه العزيز الكاس اللي عامل اه هنا يا باشا اه في عند صباعه من بره زي الحب اللي موجود في صابعه انا سر اجيبها ده واحد من الاطفال اللي كان عندي في الزقازيق انا فاكر زمرتنا بتاعت العنايه من الكريم كانت بتاعت كارديولوجي ريكون ساين يعني قلت لها صوريها انا بقول لك ريكون ساين واخد بالك واخد بالك ازاي لان فعلا يعني غريب حوالين العين ما شفناهاش عشان كده كلمه كوازاكي دي بننساها في الزمن الغريب اللي احنا عايشين فيه ده بقول لك ريكون ساين ريكون ساين طيب في حاله ثانيه حد يقارن الرجل دي بالرجل الشمال باليمين ايه رايك يا دكتور ما هي فيها كمان ما هي دي في واحده فيها دي ما محترمه ايه رايك في القلف هنا وهنا القلف مثل برضه واحده كبيره واحده صغيره مش كده ده غالبا في دي بي تي دي بي تي ايه رايك في القلف مثل هنا برضه نفس الكلام طب ايه رايك في الاشعاعات بقى ده نمونيا موجوده على الليفت سايد اللي موجوده في جراوند جلاس موجود كمان اه دي لسه حاله مش حصلها يوم الاثنين الطفل جاي بدي بي تي ولما انا يعني نزلت بصيت عليه دي عندنا في الجامعه في الزقازيق الولد ده من دخلت الاوضه لازم تبقى عينينا بص على العيان دايما كنت اقوم قايل للشباب ايام كنت مدرس مساعد اه كنت اقول للشباب وانا مدرس مساعد شوف العيان كده وانت داخل عليه شكل وشه رقبته العيان الحته دي اللي فوق كده بص عليه وصدره بيعمل ايه مناخيره عامله ايه وانت داخل قاعد يفتح لك مناخير ويقفلها كده سوبرا ستيرنال انا شد انتباهي سوبرا ستيرنال سوبرا ستيرنال قاعد تعمل كده شفت الولد انت كبنك واخد بالك ازاي طالما السي تي طلعت لنا السي تي بالشكل ده طبعا يعني انا بضحك دايما مع الاولاد النايب اللي موجود قلت له يا احمد انت هتسقط السنه دي وانا جاي لك اسقطك قدامك ساعتين تبعت لي على الواتس الايكو والسي تي اقل من ساعه كان احمد بعت لي السي تي وبعت تقرير الايكو ده صح انا بنشطه لانه على فكره العيال ده بيبقى اوقات كتير البوم كمان في وسط ملاكس الدكتور طارق البوم بتاعهم كمان حتى رغم الوقت القصير بيبقى في وسط ملاكس انا عشان كده دايما مهم جدا انك يعني as soon as possible لازم تشخص as soon as possible تخلص العيان العيان ده كنت مبسوط جدا واحمد بيكلمني يوم الاربعاء وقلت للدكتور طارق من امبارح مفيش خبر امبارح ليه مفيش خبر الواد بدا يمشي فمهم جدا ان احنا نبقى بتدي للعيان حقه عشان يبقى كويس معانا. اتفضل يا دكتور ياسر. خلصنا يعني. هنتكلم عن هايبر فريتينيميا اند سيفير كافيت. البوينتر البوينتر يا دكتور طارق. دكتور طارق انت ما اتكلمتناش على الفريتين العادي لما نشوفه هنعمل ايه؟ اه اوكي. الهايبر فريتينيميا ده اول حاله انا شفتها وكلمت الاساتذه عشان قلت لهم عاوزين نضيف في حاجه في البروتوكول واياميها حصل ان ما كانش ناس انترستد لسبب فقال لهم حاجه يعني عشان هنتصرف بس خلي بالك عشان تطلع حاجه تقول لشباب مصر كلها اقروها لازم تقعد شويه وقت اول حاجه شفتها كان طفله ابوها مدرس مساعد امراض صدريه لانه بيحترم اساتذته فلما البنت سخنت وكحت راح لاساتذته بتوع الامراض الصدريه وبعدين حصل فيلير في العلاج فراح لحد امراض صدريه اطفال الخلاصه قعد العلاج قدامنا من يوم 11 ديسمبر السنه اللي فاتت لحد 29 ديسمبر شهر ونص 11 18 اسابيع 20 يوم بالظبط تقريبا 20 يوم بتاخد استراحه وفيري هاي دوز حقن دكسا في اليوم مره واحيانا مرتين والطفله دي سيمبلي وبتاخد بقى كل ادويه الانتي فايرال
وبتاخد كل ما تتخيله من انتي بيوتيك مش سيرت جنريشن 20th جنريشن و 20th الف جنريشن وحاجات كده ادويه لسه ما طلعتش وادويه لسه نازله للمالت دراج ريزيستنت خدها في البيت انا وراك لا كانوا لا انا مديها كانها في مستشفى البنت دي دخلت عندنا فيها بريكارد فيجن قليل والحراره ما نزلتش في فتره كبيره الحراره ما نزلتش في فتره كبيره البنت دي لما تيجي تشوف بتاع التحليل بتاعتها هي ميسي هي بدأ علاج يوم 11 من يوم 11 ديسمبر السنه اللي قبليها هي ميسي من قبل ما تولد وهي ميسي طيب ايه البروجنوز بتاعها حصل النقاشات اللي هي مميتة وبتخنقني انا شخصيا في التفكير ولا لا ودي سبتك شوك ولا دي بدأنا بس سترويد واي في اي جي وبدأنا العلاج وبدأت تتحسن البنت وكان عليها الناس تدخلت فكان من الواجب ان انا انسحب يعني بدأتوا الاثنين مع بعض انا بدأتهم وبعدين حصل خلافات فانا انسحبت علشان اساتذة كلهم وناس كبيرة وناس محترمة في نفس الوقت ده استاذ في الجامعة وفي ناس صدري معانا فانا في الحاجات دي بنسحب ما بقى حصل كوميونيكيشن فالبنت دي بعد ما خرجت بثلاث اسابيع رجال بتامبونات والتامبونات بيريلنت تمام قعدنا لحد مارس اللي فات لحد ما حطينا خطه انها بتعالج دلوقتي كسيستميك اونسيت جوفينايل روماتويد ارثرايتس في الفتره دي قبلها كانت بنت الهايبرفيريتينيميا حاجه ايفيدنت قدامنا خلونا نتكلم شويه ان الهايبرفيريتينيميا دي واحده من المانيفستيشن اللي احنا بنشوفها دي انفلاماتوري ماركر مش هايبرفيريتينيميا مش معناها سلاسيميا ده انفلاماتوري ماركر لكن لو انا استمر ده الكرونيك كوفيد اللي الدكتوره كانت هتقوله لكم وقالت عشان الوقت مش هقوله انا عندي لونج كوفيد اللي هو مده شهر كرونيك كوفيد اكتر من 3 شهور كان مكتوب لو 3 شهور بس انت لو قعد اكتر من 3 شهور لقيت انفلاماتوري ماركر موجوده بالذات الهايبرفريتينيميا الهايبرفريتينيميا انا عدي بسرعه كام سلايد دي الهايبرفريتينيميا الاصليه اللي تعمل لي الهايبرفريتينيميا انا اسف ال HLH systemic onset juvenile neoplastic catastrophic antiphospholipid syndrome septic shock adult stealth disease دي اللي تعمل هيك لكن دلوقتي الكوفيد اصبح واحد من اللي بيعمل هيك والكاسه هنا ان التريتمنت بلان لازم ترول اوت اتش ال اتش هضطر اعمل العيان ده بون مارو عشان احطه على السكورنج بتاع اتش اتش بقول لا ما هوش هو ولازم اعمل ورك اب كامل للحاجات دي الانتي فوسفوليبيد سندروم سؤال ليه الجنرال ماليش الله يخليك ايه الاختبار في البليدنج بروفايل اللي ممكن تشخص بيه الانتي فوسفوليبيد سندروم هل كل طفل بيجي ببرلونجد بي تي تي يبقى بليدر؟ ده السؤال بطريقة تانية لو جاي برونجد بي تي تي وزود بليدنج يو هاف تو ثينك اوف انتفاسيلابيد سيندروم وعشان كده الانتربريتيشن بتاعت البي تي تي لما بيكون برلونجد بشوف هل يا ترى كوركتد بفاكتور ولا مش كوركتد بفاكتور لو corrected يبقى عندي deficiency في الفاكتور ده لو مش corrected افكر في الانتفاسيلابيد سيندروم واعمل ورك اب بتاع اللي هي الانتيكاردولايبن والانتفاسيلابيد واعدهم لمده 3 شهور لان لازم يبقى بيرزيستنت ماركر دي لمده 3 شهور الانتفاسيلابيد سيندروم كلكم كستات الست لما بيجي لها حاجه مهمه جدا الابورشن مرتين او مره غلط وانس انها خدت بس الكليكسان ها اللي هم نبدا ويت هيبرن اثناء الحمل بتوقف قبل الولادة بليتها وبعدين ترجع تاني بالبريم كلها بتاخده خلاص هتخلف 4 و5 وانا عندي ستات كانوا امهات وكان النصايح لو قلتها لهم يعني حصل لهم كده فتخيلوا احنا بنتكلم حاجه زي كده هرجع بسرعه تاني للحاجات اللي قبل كده ان لو العيان جاي اكتر من 12 اسبوع وعندي انفلاماتوري ماركر زايده مع كونستيتيوشنال ساينز او اي سيستم افكشن كل السيستم موجوده يعني هيماتولوجيكال سيرس
نيوروسيكاتريك كل حاجه هيباتوميجالي مش عارفه ايه الكلام ده، ولقيت الفيرتين عالي والاذر ماركر عاليه بالذات الفيرتين اللي اكثر من 1000. على فكره البنت اللي بحكي لكم عنها دي الفيرتين بتاعها كان حاجه 30000. الفيرتين نبقى عارفين ان هو بينزل خلال مش اقل من 12 يوم، يعني ما تقيمش ان الفيرتين بريزيستنت عندك قبل اسبوعين، قبل اسبوعين لكن ده هو عالي مش مشكله، لكن لو بعد اسبوعين عالي اقف قدام العيان ده اقف كده وخليك قلقان، لكن لو قعد شهر او شهرين زايد لا اقلق جدا وخليك حريص، ولازم تاخد راي حد ايمونولوجي معاك، لازم تفكر ما تبقاش كده مالتي سيستم مالتي ديسيبلينري. انا اسف يعني اكتر من 3 شهور او 12 اسبوع. دي الديفينيشن بتاعه الهايبر فيتينيميا اسيت والسيفير كوفيد اللي هي كرونيك كوفيد. الكوفيد اللي هي بدانا في الكرونيك كوفيد مش الاكيوت كوفيد ولا اللونج كوفيد، وعشان كده انت مضطر تعمل كل الماركر بتاعه الايمونولوجي الانتي نيوكليار دبل ستراند كل الماركرز الكومن من الكلام ده مضطر، ولازم حد ايمونولوجي يبقى معاك عشان تقدر توصل لقرار سليم انت ماشي ازاي، ولازم هنفكر في الحاجات دي كلها في منتهى البساطه. ودي تقريبا يعني انا اللي يهمني في لو رساله في جولدن اورز لازم افكر فيها، جولدن دايز لازم نفكر فيها. لو بدات بدري ادويه يعني الكورتيزون اللي استخدم عشوائي ده غلط، الكورتيزون اللي جه وقته وما استخدموش ده غلط، الاي بي اي جي رتب باي شكل متوفره عشان يبقى العيان بياخد حقه صح في الوقت ده، المصايل بالنزلول لازم يبقى متوفر، لو مش متوفر ادي حاجه ثانيه لحد ما يتوفر يوم، يعني لازم تدي العيان حقه صح عشان ما تدخلش في مشاكل، وان شاء الله يبقى في امل كبير. Together we can do it. Oh, yeah, together we can do it.